مشاهدينا نحييكم من جديد. بالتأكيد يتابع الناس المؤتمر الذي يعقد في شرم الشيخ الآن على اعتبار أنه يتعلق بالشباب وبالحوار، وبالتالي الاهتمام كبير. الشفافية الحل وليس الإخفاء والتعتيم. الحوار ما بيحصلش فيه مشكلة، المشكلة في كبت قنوات الحوار، المشكلة في قمع البشر من أن يتحدثوا. وبالتالي شاهدنا الرئيس يجلس في الصف الأول ويستمع إلى كلمات المنصة. المنصة يختلفون بين بعضهم البعض في الكثير من وجهات النظر، وحتى حصلت تراشقات في وجهات النظر وأبدى الرئيس ملاحظة. لكن اللي بيعنينا في هذا المؤتمر أنه أولا يمكن أنك تسمع لكل الناس، ثانيا أن يمكن للناس أن يختلفوا، أن الحوار الأحادي لا يبني وطنا، يمكن أن نستمع إلى كل وجهات النظر. والسؤال اللي بيهمنا، هل يمكن أن يكون هذا المؤتمر مدخلا لاستعادة كتلة 30/6 التي تفتتت؟ هل يمكن أن نستعيدها من جديد؟ طيب خلونا كمان نسمع للي بيعترضوا على المؤتمر واللي بيقولوا انه بمثابة وهم. طالما انه المؤتمر بيرسي مفهوم الحوار والاختلاف في وجهات النظر، تعالوا نسمع لهم. وتعالوا كمان نسمع للي بيختلفوا هم ايضا يعني في خندق تأييد الرئيس السيسي، ولكن يختلفون في طريقة الاختيار. هل الشباب يمثلون اطياف الشباب في المجتمع ولا لا؟ كل الجبهات اللي تحدثت عنها هتكون ممثلة أيضا في هذا الحوار. هأقدم فيه ضيوفي، أستاذ محمد نبوي المتحدث الرسمي باسم تمرد. محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. شريف هلال باحث في ملف حقوق الإنسان. شريف أهلا بيك. أهلا بيك. أحمد جاد منسق عام حملة المحليات للشباب، أهلا بيك. خلينا نبدأ معاك يا أستاذ أحمد، على اعتبار أن أنت اعتراضاتك في نطاق سقف تأييد الرئيس السيسي وتأييد المؤتمر، ولكن عندكم اعتراضات في معايير الاختيار، في مقاييس الانتقاء، وشايفين أنه الشباب اللي تم انتقائهم لم تطبق عليهم المعايير الحقيقية اللي يمكن ان انا اقول ده مؤتمر للشباب، لماذا؟ كويس قوي. في البداية طبعا احنا مفيش شاب في مصر ليه غرض غير ان شاء الله ان البلد دي تتقدم ويكون في ازدهار ان شاء الله. اما بالنسبة لرؤيتنا حول المؤتمر، المؤتمر النهاردة ده مؤتمر المفترض ان هو بيمثل، ده اول مؤتمر شبابي يقوم به الرئيس، ووزارة الشباب هي المعنية بالأمر ورئاسة الجمهورية. المؤتمر بيشتغل على ثلاث معايير. المعيار الأول هو معيار التعليم، المعيار الثاني المشروعات الصغيرة والمحليات. المفروض إن الشباب اللي يكون ممثل هو يكون شباب المهتم بثلاث قطاعات دول، التعليم والمشروعات الصغيرة والمحليات. أنا شايف ودي وجهة نظر، إن اللي حصل النهاردة في معايير الاختيار، أول حاجة وزارة الشباب كجهة مرشحة لبعض الأسماء، جهات الجمعيات الأهلية، الأحزاب، كل الجهات دي كان ليها معايير تانية خالص في الاختيار، بعيدة كل البعد عن موضوع المؤتمر أو فعالياته. هذا المشروع هذا المؤتمر مش بيعد ليه من اليوم ده بس، او هو ده مؤتمر يومي فقط او على مده 3 ايام، لا ده بقاله اكتر من 10 شهور شغال على مستوى الادارات الفرعيه. الوزاره كانت عامله حوارات نقاشيه في الادارات الفرعيه بتسمع من الشباب. خلينا ندخل في المضمون على طول. ليه معترض على انه وزاره الشباب والرياضه هي اللي تختار بالشكل ده؟ يعني وزارة الشباب رضا على لسان الأستاذة نعمات ساتي وكيلة الوزارة اللي هي ماسكة البرلمان والتعليم المدني، قالت إن هي مش صاحبة الاختيار، ولكن الاختيار بيكون من جهة سيادية أو من جهة أمنية، إن الوزارة ملهاش حقية الاختيار. ولكن أنت شايف إن اختيار الشباب خضع لموافقات أمنية، ده حصل، وموافقات جهات سيادية، ده حصل، وبغض النظر عن مشاركتهم في منتدى الحوار اللي اتعمل في الإدارات، لأن كان بيقول إن في تصعيد وفي ناس هتشارك في المؤتمر الإدارات الفرعية وهتتصعد على مستوى المحافظة وهتتصعد على مستوى الجمهورية. بس في شخصيات معارضة، ما لو
لو تم اعمال المعيار الامني، ما هو ممكن يقولوا لا ما بلاش بقى الناس اللي هي يعني تمام. حتى من تتهم النظام باتهامات مختلفة يعني. لا خلينا اتكلم معاك ان مش وزارة الشباب بس هي اللي حاطة كل الحضور في جميع الاحزاب، يعني في احزاب حتى معارضة وفي احزاب مش مؤيدة. يعني النهاردة بالنسبة للحضور مش الوزارة فقط، دول 3000، في منهم 1000 من الشباب الاي بي ال النموذج الرئاسي او الشباب البي ال بي، وفي جزء تاني من الجامعات الاهلية وجزء من الاحزاب وجزء من شباب الجامعات. لو جينا نطبق المعايير دي على المشروعات الصغيره، انا شايف ان معظم الشباب اللي موجود، لو اتكلمنا على ان اللي موجود ده احنا بنتكلم على مشروعات صغيره، اللي لسه في الجامعه او اللي لسه متخرج او اللي لسه ده مثلا تاهيل سياسي، هتكلم في محليات وتعليم ومشروعات صغيره. انا شايف حقيقه يعني ان معظم الشباب اللي موجود ملوش دعوه بالثلاث قطاعات دول، هو رايح انه هيحضر مؤتمر للرئيس السيسي وهيسقف وهياخد سيلفي بس. والكلام ده اترفعت لنا تقارير من هناك من الشباب اللي موجود معانا هناك من الحمله، قالوا ان في هناك الشباب بتوع ال بي ال مش عارفين يتواصلوا، في صعوبه بي ال بي سوري، في صعوبه في التواصل مع الحضور، ان الشباب ما عندوش اي خلفيه، دول جايين ناس جايه تتصور وتتفرج وتاكل وتشرب وتتفسح، ما فيش يعني حقيقه ان في وضع قائم ان احنا جايين مؤتمر فيه عايزين نطلع بحاجه للبلد. وهو ده جهة الاعتراض، احنا ما اعترضش على احنا مش معارضين. وايه اللي خليك بتقول دول موظفين يعني مش موظفين؟ انا ودي اشاده دلوقتي عايز بناشد الجهات المسؤوله انها تعمل حصر للاسماء اللي رفعتها وزاره الشباب للحضور، اذا لم يكن 70% منها من موظفين الوزاره او منشطين البرلمان والتعليم المدني اللي كان بيتقاضى 300 جنيه يوميا عن حضوره فقط، ما كانش لا بيدرب ولا بيمكن بيقعد كده في المنصه في مؤتمر. انا بزيد دورات شبابيه عاملاها الوزاره. لا لا دي مش دورات، ده المنتدى. لا موظفين في الوزاره؟ ده موظفين هم اللي طلعوا المؤتمر، مش الشباب اللي كانت بتتدرب. اصل هقول لحضرتك على حاجه، مين اللي كان بيتدرب؟ كان بيعملوا المؤتمر مثلا على مستوى اداره فرعيه. كان بيجي المنشط بتاع البرلمان او المسؤول تبع الوزاره بيجيب الشباب بتوعه لاصحابه، تعالوا عشان كل واحد هياخد 30 جنيه في اليوم بدلات، وعلى مستوى المحافظه كان بياخد 50 جنيه. المشروع ده سيصرف يعني ما عنديش ارقام محدده 45 مليون او 50 مليون، يعني المبلغ مش متاكد منه. فاللي اتصرف ده انا شايفه من وجهه نظري العمليه ان يعني ده يهدر الملاعين. 50 مليون جنيه على شويه شباب هتلمهم ترفع منهم مشاكل؟ طب ما هات الاحزاب لمهم على ترابيزه، يا جماعه احزاب لجان الشباب بتاعتكم تعمل حوار من خلال اللجان الحزبيه بتاعتكم وترفع لنا تقارير، هتوصل من غير 50 مليون او 45 مليون او مليون واحد. طيب انت يعني تحفظات مش جايز تحفظاتك دي يا احمد بمنطق فيها لا خفيها يعني، طالما انهم ما دعونيش بقى؟ لا 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 انا فيعني لما اعمل كورس في الكلوب بالعكس بالعكس، وانا انا حتى من خلال صفحتي على الفيسبوك ما ادنتش المؤتمر باي شيء. لا ما انت لما تقول الشباب اللي موجودين دول موظفين في وزاره الشباب، دي حقيقه مش نقد، انا ما بنتقدش. انا بالنسبه لي كشخص، انا على فكره انا كنتش موجود جدا في اللي انت قلته يعني. انا مش عايز اقطع بس انا عندي سؤال. انت قلت طيب محمد على طول ما خلاص هو انت اتفضل. اولا انت قلت انت بتناشد الاجهزه المعنيه لعمل حصر الاسماء تمام، بس قبلها صفات خليني بس اكمل. انا انا هسالك بس شويه تساؤلات بعد اذنك، بس قول لي فيها او لا عشان يمكن انا ما فهمتش سياق الكلام يعني. قبلها بجملتين بالظبط قلت ان انت تاكدت من خلال شبابك اللي هناك ان المجموعه اللي هناك دي لا علاقه لهم بالثلاث محاور رايحين يسقفوا. اذا انت عندك حصر ب 3000 شاب يسقفوا وياخدوا سيلفي ما بس انا شفت ناس بتتحاور. اذا انت عندك حصر باسماء 3000 شاب حاضرين المؤتمر تمام، فليه بتطالب الاجهزه المعنيه بالحصر ده؟ قول لنا انت على طول دلوقتي ده موظف ده مش موظف. لا لا انا ما اقدرش النهارده اطلع بقى. لا يعني طلع لنا الكشف واحنا نجيب المسؤول دلوقتي من الوزاره يقول لنا مين موظف ومين مش موظف. لا حضرتك تعمل مداخله دلوقتي لمسؤولين الوزاره. انا ما اعملش مداخله من سراب. انت حضرتك عندك حصر باسماء ال 3000 شاب اللي انت قلت عليهم ووصفتهم وتكاد تكون ثبتهم على الهواء ان هم رايحين يسقفوا ويتصوروا مع الرئيس. الناس دي رايحه تشارك في فكره عشان يبنوا بيها بلدهم من وجهه نظرهم تمام. فانت دلوقتي قلت الناس دي رايحه تسقف وتتصور سيلفي. عند حضرتك حصر بال 3000 شاب الحضور اللي هم مين اللي انا ثبتهم؟ ال 3000 شاب الحضور كلهم. لا لا ما عندكش بيهم حصر. انا اتكلمت على دي النقطة الأولى، إذا هم لا بيسقفوا ولا رايحين يتصوروا سيلفي. طيب. النقطة السؤال الثاني
حضرتك دلوقتي قلت ان مفيش معايير الاختيار، وقلت ان انت عندك مجموعه من شباب الحمله حاضره هناك، هم تواصلوا مع الناس وقالوا مش عارفين يحضروا. سؤالي حضرتك، الشباب بتوعك اللي راحوا حضروا هناك دول، حضرتك فصلتهم من الحمله؟ لا لا لا. طيب الحمله نفسها، انت بتتكلم باسم الحمله وباسمك شخص دلوقتي في البرنامج؟ باسم الحمله. باسم الحمله. الحمله مشاركه ولا رافضه؟ رافضه ايه؟ رافضه الحمله. خدوا من عندك حمله دي حالات للشباب. الحمله 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 على مستوى الجمهوريه فيها الاف الشباب. انا ما اقدرش. خدوا من عندك حمله ضد المؤتمر ولا قبلت المشاركه فيه؟ لا بص، انت كده بتنقلنا من الموضوع. لا يعني انا بسألك سؤال من كلامك، انا لسه ما دخلتش في الموضوع. المؤتمر ما فيش حد يختلف على الاهداف النادي بتاعته. انا ما كلمتكش في المؤتمر، حضرتك قلت المعايير ملتبسه وان في اجهزه امنيه. مفيش معايير اساسا. بعد اذنك، انت قلت مفيش معايير. كلامك برضو قلت مفيش معايير. مفيش معايير اختيار نهائي. تمام. الشباب بتوعك اللي تم اختيارهم، ايوه تمام، وراحوا شاركوا، حضرتك قول لي نمره واحد معيار اختيارهم، نمره اثنين حضرتك فصلتهم ولا انت كحمله موافق على المشاركه؟ انا هرد عليك في الموضوع بتاعك ده رد صريح ودغري جدا. تليفون، الو استاذ فلان، لو سمحت حضرتك احنا تبع جمعيه كذا او تبع حزب كذا، عايزين اسمك وبياناتك عشان تحضر معانا منتدى الحوار الوطني. تمام. طيب ولا هم تبع الحزب؟ بس دي واحده بس. انا بقول اهو، وبرده بطلب الاحزاب تجيب كلمات الشخصيات اللي مطالبه باسمها. بعد اذنك احنا معلش يا استاذ وائل، معلش الاحزاب حضرتك الشباب بتوعك، انا ماليش دعوه بالاحزاب، شباب حمله المحليات للشباب اللي شاركوا في المؤتمر. تمام. حضرتك قلت ان هم جالهم تليفون من فلان، هات اسمك وبياناتك عشان نوديك. على مثال عام بس بعد اذنك يا بيه، انا بتكلم على وصلنا. انا بتكلم على مجموعتك، انا عايز الاول مجموعتك قبل ما اتكلم على العام. مثال مجموعتك عام. اللي شاركوا مجموعتك 10 5 3 2 1 ايا كان الرقم، حضرتك فصلتهم ولا حضرتك موافق على المشاركه في المؤتمر طبعاً. كحمله يشارك، موافق انه يشارك طبعاً. يبقى حضرتك جاي هنا ليه النهارده؟ جاي هنا ليه؟ أنا بصراحة مش شايف. أنا بصراحة بعد الجملة دي، بعد هو التقليد يا تقليد، يا إما كلنا هنسقف ونروح، يا إما لا. أنا آسف يا أستاذ وائل، أنا جاي أعترض. أنا جاي أعترض يوم يمشي يعني. لا أنا جاي أعترض، أنا جاي أعترض على مشاركة الشباب. لا هو مشاركين. إذا أولاً أنت لا حملة مهيكلة، لا أنت حملة مهيكلة ولا عندك سيطرة على الأعضاء بتوعك من كلامك أنت. خليني أكمل. مين قال لحضرتك؟ لا لا سامحني بس، مين قال لحضرتك ان النهارده ان الشباب ده ما شاركش؟ مش انت قلت ان هو شارك؟ شبابك شارك، انت شارك بشخص واللي عايز يشارك. ومين قال لحضرتك برضو يا بيه شارك بشخص وانت كحمله ضد؟ خلي بالك، هو احمد يا محمد عشان بس لخ، احمد ان انا ضد. احمد بيتحدث من ارضيته وبيقول احنا عملنا شغل كتير للرئيس السيسي وللبلد، فازاي لا تتم دعوتنا؟ فانا هنا بقول لك في فرق، في فرق ان انا اوجه اللوم، في فرق بان انا اوجه اللوم، في فرق ان انا اوجه اللوم. انت هنا، انت هنا بتاع الرئاسه. بعد اذنك يا استاذ وائل، فرق ان انا اوجه اللوم لمؤسسه الرئاسه او لوزاره الشباب والرياضه او لاي جهه مهما كانت منظمه لاي مؤتمر، في ان انت ما اخدتش بالك بالعدد من عندي من الحمله، رغم ان احنا بذلنا مجهود كبير معاك، ولو سمحت اعتني بينا في العدد بعد كده، واللي من عندك من الحمله بيمثلك ده شق، والشق الاخر انك تطلع للمشاهد. خلي بالك عشان النقطة دي هتربطني برضو بجلسة الإعلام اللي حصلت في المؤتمر، إنك خرجت على المشاهد دلوقتي قلت له أن المعايير خاطئة ولا توجد معايير في الاختيار، أن هناك جهات أمنية تدخلت، أن هناك مسؤولة قالت 1 2 3 4، كل الكلام ده قصاد مشاركة شبابك يبقى كلام كذب. طب هوضح نقطة. فضل. أنا الشباب بتاعي، أنا كنت اتقدمت لوزارة الشباب والرياضة بمشروع نموذج محاكاة المجالس المحلية. والحمله حصلت. هو ده مشروع المؤتمر دلوقتي؟ لا ما هو ده. لا مش عامل المشروع بتاعك. انا عايز اتكلم. انا عايز اوضح بس الحمله عندنا. خليه افهم منه، خليه افهم منه بس. الحمله عندنا في حاجه تبع الوزاره اسمها برلمان الشباب، ده مشارك، رؤساء برلمان الشباب مشاركين في المؤتمر. نموذج المحاكاه المجالس المحليه، الحمله حصلت منه حوالي 90% من المجالس المحليه على مستوى الجمهوريه. واكثر من 25 رئيس نموذج مجلس محلي على مستوى الجمهوريه من الحمله. فبعضهم تم دعوته ان هو خلاص بعضهم هوضح. هو انت اذا ما شاركتش يا ابو حميد؟ لا لا كرسي في الكلوب. لا 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 لا، ما هو انا لو في معايير هيتقال يا جماعه عايزين جميع منسقين، بلاش الحمله خالص، نتكلم جميع منسقين نموذج المحاكاه او جميع رؤساء نموذج المحاكاه. ثواني، بعد اذنك للمحليات. بعد اذنك، بعد اذنك. 52,000 مرشح انت بتتكلم النهارده بملف محليات قدامهم، وعندك نموذج شبابي اسمه نموذج محاكاه المجالس المحليه. يا احمد، يعني انا عايز افهم حاجه بس. انا عايز افهم، مش موضوعي في المؤتمر. خلي بس محمد، 52 مرشح للمحليات سيترشح على هذه المقاعد ما يفوق 100,000 واحد. دخلنا في موضوع ثاني كده عشان بس كمان محمد عطيه برضه هنسمع في الجزء الاولاني يا محمد، عشان بس ابقى مش عايز اشخصن المساله. اتفضل يا زويل. في
تيار من الشباب بيقولوا لقد تم دعوة المعارضين واحنا اللي اشتغلنا للتلاتين ستة وللرئيس السيسي محدش دعان، عشان هدخل بعدها في الجزء الثاني شريف اللي هو شايف ان اللي هم بيلوموا المعارضين الذين حضروا، دول بيلوموا حضور المعارضين بس على اعتبار انهم ما دعوناش احنا ودعوا اللي بيشتموا واللي بيعمل، ده ارضية تانية هنتكلم فيها. بس الجزء الاولاني ده في تيار من الشباب يعتقد يعني انه يعني قدم خدمات وعملوا دورات واشتغلوا للرئيس السيسي ولي 30 ستة، فبيقولوا ازاي لا تتم دعوة. تمام. بس عشان باختصار عشان انا احسم الامر، انا آه. انا مش 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 هنظر واقول من وجهة نظر، يعني من كلامه هو ده كلام كذب. هو عنده شباب من حملته مشاركة، الحمله اللي شاركت ولا هو كشارك ده باسم نموذج المحاكاه المبدع الوحيد، والاستاذه اللي مش عاجبها فيهم بتستبعده. بعد اذنك يا استاذ وائل، هل الاستاذ احمد المبدع الوحيد داخل حمله المحلات للشباب وقدم كل المشروعات المتخصصه لوزاره الشباب، فكان على وزير الشباب والرياضه ان يستدعيه شخصيا ليستفيد من خبراته في هذا المؤتمر، ولا دي حمله قدمت مشروع جابوا ناس من الحمله راحوا حضروا؟ اذا هنا انا عايز اروح اتصور واسقف واتصور سيلفي معاه، عايز تاخدهم كلهم بمعايير، او انا كده طالع اعمل اي مغالاه تمام وبس اي سموم بقى للمشاهد اللي قاعد عشان هو اعمل تشويه لانه ما دعاش. طب خلينا ناخد كمان محمد عطيه. اتفضل محمد. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، تحياتي ليك وتحياتي للضيفه بالكرامه برضه. محمد انتوا لقيتوا ليكوا كاتبين احنا اللي عملنا لا للاحزاب الدينيه، واحنا اللي تصدينا للسلفيين ودفعنا ثمنا، واحنا اللي تعبنا عشان الرئيس السيسي، واحنا اللي اتهمنا، واحنا اللي تم الاعتداء علينا، واحنا واحنا واحنا، ولم يتم دعوتنا بينما تمت دعوة اللي بيشتموا في النظام. ليه خدتوا هذه الرؤية يا محمد؟ اولا زوائل، بس انا اولا تحياتي ليك تحياتي لضيوفك الكرام. هي بس في بعض اللي يعتبر الكلام المهم جدا عاوز اقول لسيادتك باختصار، ما هي المعايير اللي تم اختيار هؤلاء الشباب اللي طلعوا بالنسبه لمؤتمر شرم الشيخ بالنسبه لسياده الرئيس مشاركه سياده الرئيس؟ اثنين، هل يا ترى شباب الرياضه عندها تكس مجموعه كبيره جدا من الشباب المؤيد بثوره 30 يوليو و25 يناير، ولا كان لها رؤيه اخرى ان هي اهم حاجه عندها يكون بعض الناس للاسف مع احترامي الشديد طبعا زي النهارده كل وسائل الاعلام بتتكلم ان في مجموعات كبيره جدا ضد النظام، ضد سياسه الرؤيه، ضد سياسه الرؤيه او سياسه الدوله، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودين النهارده. انت معترض على وجود شخصيات معارضه للرئيس السيسي؟ بشكل واضح احنا شايفين في 6 ابريل موجوده، حضرتك موجوده هناك، شاركت ايضا بالنسبه لمؤتمر الشباب، في شاطرين ثوريين حضروا ايضا، في جبهه بالنسبه لتلاف شاب مزبيرو موجود ايضا معاك، في مجموعه من الاسماء معايا منهم بالنسبه لبعض الشخصيات، وخصوصا المكتب المتحدثه الرسميه للتيار الشعبي الاستاذه هبه ياسين. هبه ياسين موجوده هناك. هل يا ترى هي فعلا الناس دي تستحق وجودهم بالنسبه للدعوه؟ طيب. لا قبل بس ده، فانت بتقول يعني احنا بقى اللي بنأيد النظام، كيف تدعونا اللي بيشتموا النظام يعني او بينتقدوا النظام؟ لا هي شكل واضح كله بيشارك، ولكن اهم حاجه يكون في معايير واضحه. هل يا ترى مؤسسه الرئاسه عندها اقصاء انت اعتراضك على ان تحضر شخصيات معارضه يا محمد؟ هو في لا بشكل واضح احنا النهارده في بعض الناس للاسف بيزايدوا علينا وعلى وطنيتنا ويزايدوا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومكتوبين عندنا بالاسماء وهم شايفين برنت سكرين، ممكن ابعته لك مع عند الموحدين بتوعك، ان في بعض الناس بيشتمونا شخصيا ان احنا اصلا بندافع عن الرئيس وانجازات الرئيس، وبنقول يا جماعه مصر تتقدم الى الاحسن حتى لو في بعض الاخفاقات بتحصل، ولكن النهارده بيتم مزايدتنا بشكل واضح. ازاي النهارده بيتم مجموعه كبيره جدا من الشباب المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله الوطنيه؟ للاسف في بعض الناس اللي بتطلع تزايد علينا موجودين النهارده بيطلعوا لساننا ليهم. انا اسف، انا عاوز اعرف ما هي المعايير واختيار. خلينا نمسك في ده محمد، بس نديك يا محمد مجال، بس خلينا نمسك في ده. ما هو نفس اللي انا قلته، انت عايز تقول يا جماعه احنا اللي ايدنا الرئيس السيسي، فازاي تدوا الفرصه للي بيهدوا واللي بينتقدوا؟ هي فلسفه المؤتمر كده يا محمد، يعني فلسفه المؤتمر هو انه تعالوا يا جماعه، ما هو لو المساله هي حوار احادي ما احنا عانينا من الحوارات الاحاديه يا محمد. فلسفه المؤتمر ما تيجوا يا جماعه نسمع
للأصوات المعارضة والمعارضة بوطنية، لأنه أنا معاك أن هناك من يعارض بأشكال مختلفة يعني، ويقترب من خط الإخوان يعني، لكن اعتراضك يعني أن تحضر شخصيات معارضة؟ احنا في صورة من تم انتشارها بالامس امبارح مع الصحفي المميز والصحفي الاستاذ محمد سامي ورا في مقعد الطيارة، وطبعا تم التأكيد بالخبر الله اعلم بالسلب او الايجاب بخصوص ان مجد أرقر موجود بالنسبة للوفد المشارك. استاذ محمد سامي يا محمد لازم اتاكد يا محمد اللي انت بتقوله، بس بغض النظر يعني بشكل واضح احنا عاوزين اتاكد، انا عاوز اتاكد بالفعل، هل يا ترى بالفعل لا انت بقى يعني اصل يعني مجدي معارضه تقترب من الاخوان ايوه طبعا دعم الشرعيه كموجود في دعم الشرعيه طيب. ونعرف من هو أرقر ولاقي النهارده موجود، بس انت معترض يعني على عند في حسن شاهين، محمد عبد العزيز، انا قلتش اسماء، هبه ياسين، في طيار النهارده هبه ياسين وبعض الطيار بالنسبه لحمدين صباح هو اصلا رفض دعوه المشاركه، ولاقي في بعض الناس طالعين النهارده بيشاركوا في مؤتمر الشباب. ازاي النهارده حمدين صباح يقول لك انا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه لسياساته، وفي وفد من عنده طالع المشاركه بالنسبه للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه لمؤتمر الشباب؟ فلسفه المؤتمر كده، ما تيجوا يا جماعه نستوعب الجميع، ما تيجوا يا جماعة محاولة لاستعادة كتلة 30/6، ليه تشتغلوا بمنطق فيها لخفيها؟ ليه بتشتغلوا بمنهج يا محمد بس؟ ليه بتشتغلوا بمنهج فيها لخفيها؟ ما دعونيش والله لا أعمل كرسي في الكلوب النهارده يا أستاذ وائل بعد إذنك. حمدين صباح يطلع قبل المؤتمر يقول لك إحنا مفيش حد مننا مشارك، الاقي النهارده بعض الناس من التيار الشعبي وخصوصا المتحدثة الرسمية موجودة النهارده في مؤتمر الشباب. انا اشوف كلامك استغرب، اشوف اسلوبك محمد محمد نبوي اتفضل. انا عايز اسالك يا محمد بس كده بعد اذنك سريعا كام حاجه سريعا كده، في حمله لا للاحزاب الدينيه كانت داليا زياده عضو معاك في الحمله ولا لا؟ طبعا كانت متحدثه رسميه. داليا زياده حاضره في المؤتمر. محمد استاذ محمد عطيه خليني بس محمد بعد اذنك انا سمعتك، انا عايز بس احط كام نقطه ورا بعض. النقطه الثانيه، انت نشرت صوره على الفيسبوك وقلت ان في شخص ينتمي لتحالف دعم الشرعيه بيجلس في المقعد الخلف الدكتور عماد جاد. انا عاوز اتاكد، خليني بس اكمل بعد اذنك. قلت ان الراجل ده موجود من تحالف دعم الشرعيه بيجلس في الكرسي اللي خلف دكتور عماد جاد في طريق المؤتمر الشباب، فازاي بتاع تحالف دعم الشرعيه بيشارك؟ وبعدها باقل من ساعه قلت بعد التاكد من الاستاذه داليا زياده ان الشخص ده طلع لواء في الجيش، انت اللي كاتب بنفسك على الفيسبوك عندك تمام، ونفيت الموضوع دوت، فرجعت جربته تاني دلوقتي في المداخله. النقطه الثالثه وده الاهم عندي، حضرتك دلوقتي بتعترض على وجود الاستاذه هبه ياسين، هل حضرتك عضو في التيار الشعبي او لا؟ تمام، حضرتك مش عضو في التيار الشعبي، فخلي التيار الشعبي هو اللي يعترض على الامر دوت في وجود هبه او لا. لا بتكلم عن انه الاستاذ حمدين صباحي رفض المؤتمر، ماليش دعوه بالاستاذ حمدين، هو ضد حضور اصوات طيب. معارضه اصلا يعني. طب خليني بس يا سؤال معلش كده ايه احط النقط كده ورا بعض. الحاجه الاهم هو مين من 6 ابريل حاضر يا محمد؟ مش شديد طبعا يا استاذ محمد، انت معايا اولا بالنسبه للهجوم اللي كان عليا. انا بس عايز الاول أشوف. انا عايز الاول تقول لي اسم واحد من 6 ابريل حضر المؤتمر. لا انا ما في اسماء حضرت المؤتمر، لان قول لي اسم واحد منهم يا اما المعلومه صحيحه وتقول لي اسم واحد منهم يا اما المعلومه غير صحيحه. لا في معلومه صحيحه وانا اعلم جيدا من اسمه ايه؟ 6 ابريل اسمه يعني ايه؟ محمد انا في انا عملت تلغراف امبارح لرئاسه الجمهوريه. محمد يا محمد يا محمد بلاش نلف حوالين بعض يا محمد بعد اذنك. محمد عطيه خلي السؤال هو بيسالك بوضوح، مين انت بتقول ان 6 ابريل ممثله في المؤتمر، هو بيسالك من يمثل 6 ابريل في المؤتمر؟ في شخصيه كانت موجوده في 6 ابريل موجوده مع جبهه احمد ماهر وصور موجوده عليه، وهو يعلم جيدا الشخصيه الموجوده في 6 ابريل، وحاليا دلوقتي طبعا قلع الثوب ولع القناع بالنسبه ل 6 ابريل. انت قصدك طارق الخولي يعني؟ بعد اذنك يا استاذ وائل، طارق الخولي لا بعد اذنك يا استاذ وائل، عضو مجلس بعد اذنك يا استاذ وائل، جبهه احمد ماهر بوضوح، انت قصدك طارق الخولي يا محمد عطيه؟ لا خالص امال قصدك مين؟ في شخصية اسمها محمد بدر موجودة، هو كان صديق شخصي وكان موجود بالنسبة للجنة التنظيم مع أحمد ماهر، موجودة حاليا دلوقتي في المؤتمر. طيب حضرتك اعمل بلاغ للنائب العام إن في واحد عضو في تنظيم المحكمة حكمت حكم قضائي قالت إن هو تنظيم إرهابي أو إن هو تنظيم غير قانوني وغير شرعي، راح حضر في حاجة رسمية بس ده مش صحيح. بعد إذن حضرتك أنا عايزه بس يقدم البلاغ عشان يمثل أمام القضاء، لو هو بخطئ في بلاغه يحاسب بالقانون، ما هو الكلام ما يترميش كده في الإعلام يا أستاذ وائل.
الحاجه اللي اهم من كده يا محمد, بعد اذنك محمد انا عارف كويس جدا, انا عارف كويس جدا كل كلمه انا بقولها. طب بس خليني بس اقول اخر حاجه يا محمد عشان اسمعك تعلق بعد اذنك. انت عارف كويس جدا احنا اصحاب قد ايه يا محمد يا نبوي. محمد عطيه بعد اذنك دقيقه واحده بس عشان اصوات ما تدخلش. اخر كلمه بس اقولها يا محمد. انت تهاجمني انت بشكل واضح يا ابني. انا مش بهاجمك اسمعني بس. هو انت عايز تقول كلام وانا ما اردش عليه يا محمد؟ يا محمد انت عايز تقول كلام وانا ما اردش عليه يا عطيه. لو سمحت لو سمحت عشان الاصوات بتتداخل. خليني اقول دقيقه واحده اقول اخر جمله واسمع ردك تمام. قول يا محمد. انا بكل وضوح انت في بدايه المنتدى الشبابي رحت حضرت اول جلسه في مركز التعليم المدني في الجزيره وحصلت مشاده بينك وبين منصه الحضور اللي كان بيجلس عليها المهندس خالد عبد العزيز, وبعدها بدات تهاجم وزاره الشباب ولم تستمر في الحضور في هذا الامر, وكان حاضر أيوة مجموعه من الشباب والشباب قاموا وزنوا الكلام وقتها تحديدا اسمه محمد جمال تمام الشاب محمد جمال بتاع خليني بس اكمل كلامي. هو انا لما اقول لك معلومه هتقعد تقاطعني ولا انا اقول المعلومه؟ يا محمد عطيه ممكن ما تقاطعش لغايه ما يخلص لو سمحت. قول الكلمه اللي عندك. دي لي فرصه برضك. طب لو سمحت لو سمحت كلامي يرد خد فرصتك. انا ما خلصتش كلمتي لسه تمام. حصلت المشاده في المؤتمر, الراجل محمد جمال قام اعترض على كلامك تمام وقال لك انت ما بتمثلش الشباب, من بعدها انت ما شاركتش في الامر وبدات انت في حمله سيل ان انت تهاجم وزاره الشباب والرياضه على الفيسبوك. ده شانك برضو, انا ما اقدرش اتدخل في فكرك انت حر. ولكن قبل المؤتمر باسبوع لما نما لعلمك ان في دعوات لحضور المؤتمر ابتديت تتكلم على الفيسبوك ان المؤتمر ده شيء جيد جدا وان احنا ان شاء الله رايحين, وكل ما حد كان يقول تلقيت دعوه تقول ما فيش دعوات رسميه لحد دلوقتي ولسه احنا مستنيين الدعوات, وكل اللي بيقولوا خد دعوات دول كذابين واحنا مستنيين الدعوات. لما الناس سافرت راحت وانت ما جاتلكش الدعوه, بقت الدعوه غلط وبقت في واحد من 6 ابريل وبقت تبقى ياسين ازاي تروح وبقى المؤتمر كله وحش, وسبت انت مجمل الموضوع وفرغت المؤتمر من مضمونه ان كان في امبارح والنهارده حاله مش موجوده في اي دوله في العالم ان 3000 شاب قاعدين قدام الرئيس بيتكلموا بوضوح والرئيس بيقول انا بقول كلام كثيرا منه لا يجب ان يقال في الاعلام حرصا على الامن القومي. النهارده كان في مشهد الماراثون اللي نزل فيه الشباب والرئيس في بيتصدر مشهده بيبعت رساله سلام للعالم كله, شرم الشيخ اهي بلد امان الناس كلها موجوده. مش حد هيختلف على ده يا بيه بعد اذنك. بس انا انا انا, أنا بس بوضح له صوره ان انت سبت المؤتمر من مضمونه ورحت تشوف مين اللي كان قاعد في الكرسي اللي ورا الدكتور عماد جد, ومين اللي ركب الطياره مش عارف راح فين, ومين اللي قعد في الفندق فين, ومين اللي راحت له الدعوه, وازاي حمدين صباحي قال وازاي كذا قال. انا انصح انك تجيب الاستاذ حمدين صباحي والاستاذه هبه ياسين والاستاذ محمد بدر واقعد معاهم قعده حلوه كده وقول لهم لما انتوا بتهاجموا الرئيس بتروحوا ليه, واسال الناس التانيه اللي انت ممكن تكون مصدوم فيهم وشايف ان الناس دي اخترقت الخط السياسي طيب. اللي تعهدوا معاك عليه وراحوا شاركوا مع الرئيس رغم اني على قناعه وشريف يعرف كويس جدا حجم الخلافات اللي بيني وبين ناس كتير جدا من اللي حاضرين في المؤتمر. انا عندي قناعه ان البلد دي هتبنيها معارضه ونظام, مفيش حاجه اسمها طيار طيب. احادي هيبني البلد. محمد تعليق اخير يا محمد اتفضل. زوال انا مع كل كلمه ممكن يتقال ان فعلا المؤتمر جيد وفعلا دي اكتساب الشباب وفعلا يكون في روح جديده بالنسبه للشباب وفعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل جسر بين الشباب كثيرين جدا كانوا هم يتم تهميشهم, ولكن انا عمر ما اعارض ابدا بالنسبه للمؤتمر بالنسبه اول مؤتمر شبابي يحصل في تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بقول المؤتمر جيد جدا, ومع اي دعوه للشبابيه ان احنا بنقول فعلا يكون علامه استفهام كتير جدا الرئيس النهارده بيحاول يكون في علامه احتواء بالنسبه لرئيس الجمهوريه والشباب المعارض بخصوص 25 يناير و30 يوليو يكون في كتله واحده عشان احنا النهارده. طيب ده كلام كويس بقى. ليه 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 بقى اسمي مش مكتوب لكن انا فيها لا فيها هم بعتوا لي ولا لا؟ طالما لا ثواني بس ابعد الشخصنه اصل خلي بالك القضيه مش قضيتك ولا قضيه احمد. المؤتمر في تيار كبير يحيى في تيار كبير من الشباب لم يتم دعوته فبيشتغل بمنطق كرسي في الكلوب فيها لا فيها ما دعونيش والله لا هدوا وطبيعي انه مش هيتم دعوه طبيعي هيتم دعوه البعض واستبعاد البعض الاخر. لا يا مش معنى استبعاد البعض الاخر هو انه المعايير المعايير والاختيار يا استاذ وائل انا بقول المعايير والاختيار يا استاذ وائل انا عمري ما ما هو لو اختاروك ما كنتش هتسال السؤال ده. ابقوا اعملوا جلسه استجابه للرئيس واقعدوا قولوا له انت اخترت ازاي يا ريس وهو يبقى يشرح لا 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 يا محمد يعني لو اختاروك انت او احمد كنتوش قلتوا الكلام ده لا لا لا
وبعدين انتوا اول طياره انا كنت سهوية. مش حابب ان انا احضر انتوا شننوا جم على وزير الشباب انا بتكلم على المعالي عبد العزيز وبتتهموه الاختيار ان هو السبب يعني الاختيار. انا عمري ما هضرب كرسي في الكلوب ابدا نهائي ابدا يا الزوائل وما احترمش ايده وانا ليه مواقف وطنيه معروفه جدا والحمد لله كلنا شباب موجودين ومعروفين كلنا كتاب مفتوح طيب. لبعضينا بس انت معترض على حضور اصوات تعارض النظام يعني شايف انه ده ليس كانوا اصلا معارضين والنهارده اعلنوا من فتره ان هم اصلا مش هيطلعوا في اي جلسه شبابيه موجوده وحمد هم طلعوا هم ناس وحشين النهارده موجودين هم طلعوا هم ناس وحشين بالنسبه يعني النظام كان صح من الاول نعم هم طلعوا دلوقتي يبقى هم ناس وحشين النظام كان صح من الاول يا محمد انت انا عمري ما اقوم اغلط في حد وانت عارف لا انا والله العظيم يا محمد انا بناقشك والله بناقشك يا اخي والله بناقشك انا بسالك سؤال انت قلت ان الناس دي معارضين وقالوا مش هيشاركوا في اي حاجه فيها الرئيس دلوقتي هم راحوا شاركوا حامدين صباح اذا الشارع المصري هو اللي بيحكم ان الناس دي ما عندهاش مصداقيه طيب خليني محمد عطيه اتفضل بس تعليق اخير يا استاذ وائل احنا مع الرئيس وفتحت في قلبا وقالبا حتى لو راح في اخر الدنيا احنا معاه ونفضل معاه حتى لو ماليش اي دعوه اكتر اسماء باي شيء الرئيس فتحت هو رئيسي وهنفضل وراه لغايه اخر مش مختلف وما فيش اي حد عنده طيب انت من حقك على فكره في تيار ما بيقول كيف تحضر الاصوات المعارضه فليكن الناس تتناقش يعني انت بتقول ده يعني لا احنا كل واحد يناقش ولكن ما ينفعش النهارده ما هو معارضة ماشي طيب بس خليني شريف بقى انت عندك اعتراض من جانب اخر يعني هم بيقول لك انه الاصوات المعارضة دي حضرت ازاي يعني انتوا كمان شنين حملة على الاصوات المعارضة اللي حضرت وبتعتبروا انهم باعوا القضية لا مش عارف القضية فين اللي اتباعت يعني لا مفيش حكاية باعوا القضية بس الفكرة كلها اللي ده زي ما محمد بيقول ده اول مؤتمر يتعمل للشباب في مصر او في دول عربيه كتير ما شفناش احنا الكلام ده قبل كده كان يجب طالما اول مؤتمر يتعمل والفكره من حيث المبدا فكره جيده جدا بس انا شايف من وجهه نظر المتواضعه ووجهه نظر ناس كتير اللي انت لما تيجي تعمل حوار وشراكه حقيقيه ما بين الدوله وما بين الشباب يبقى على الاقل خالص تسمع لمعارضين حقيقيين تمام عندهم قضيه واحده وهي اللي فيه شباب موجودين في السجون على خلفية سجناء الرأي زي ما قال الأستاذ النهاردة أسامة الغزالي حرب لا غير الأستاذ أسامة الغزالي حرب أستاذ إبراهيم عيسى لما تفضل مشكورا وقال اللي فيه صحفيين زي عندنا أحمد شوكان مصور لغاية دلوقتي مقبوض عليه على خلفية قانون تظاهر زي كتير مقبوض كل ده أثير في المؤتمر كل ده أثير في المؤتمر وكان رد فعل الرئيس السيسي ايجابيا يعني وقال هنشكل لجنه وشكلوا لجنه من لما حد محمد انا ما قطعتكش طب اتفضل يا استاذ لما 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 يثير لما يثار في المؤتمر حاجه ولما يكون في شباب ممثلين حقيقيين معارضين حقيقيين موجودين في المؤتمر يبقى فيه زي ما حضرتك بتقول حوار شامل لكل اطياف المجتمع المصري وده اللي كنا بنتمناه يبقى ده صح لكن انا شايف احزاب معارضه مين الاستاذ اللي معترض اللي فيه احزاب معارضه انا عايز يقول لي لا سيبنا من الاحزاب اكلمك دلوقتي عن طيب ما هو مفيش حد تقول في معارضه في وجود معارضه ما فين المعارضه مين هات لي واحد او اتنين يعني عدهم لي كده مين اللي كان موجود في المؤتمر قبل الهوا نعم انت قلت اسم اتنين قبل الهوا وقلت ان هم من اسبوع كانوا بيقولوا ان هم مش هيشاركوا في حاجه لا انا بتكلم على اسامي كنت جايب كتابات معارضه شديده لهم يعني تمام هل هم دول احنا هنختزل الموضوع عشان نكون واضحين لا اصل انت سالت مين المعارضه ثانيه واحده بس فانا بجاوب احنا لا انت ما تديش اجابه احنا هنختزل الموضوع على شباب تمرد خلينا واضحين هنختزل الموضوع في 30/6 و25 يناير على شباب تمرد فقط وعلى شباب صغيرين لسه طلبه جامعه ما يعرفوش اي حاجه خالص عن مين شباب تمرد حسن و, 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 و مين شباب حمل التمرد كتير شباب الشعب المصري كله ما انا بقول لك كتير 22,134,465 وانت كنت موجود معانا يا شريف وعارف ثانيه واحده هل الشباب انا بس هسالك سؤال ومش هقطعك يعني هل معلش انا اسف بس اسالك سؤال بس عشان الناس حتى اللي متابعنا يبقوا مركزين معانا في الكلام هل الشباب بتوع تمرد انا ومحمود وانت ومحمد عبد العزيز وفلان وفلان وبس وتمرد مش حكر على حد بس يعني الحمله بتاعت ايه بتاعت الشارع كله ما دخلناش برضه في حته الحمله انا بكلمك دلوقتي انت بتقول لي انت كنت قبل الهوا بتقول فانا واضح معاك وصريح طيب. وعلى الهوا شريف عشان الموضوع بس ما يعني الاعتراضات اللي انا سمعت عليها قبل كده كانوا بيقولوا ازاي تبقى في اصوات معارضه بتنتقد النظام اساءت للرئيس واحنا
اللي ايدنا الرئيس مش موجودين. انت بتقول انا مش شايف معارضه. انا ما شفتش اصوات معارضه. انا مش شايف اللي فيه صوت معارض طلع اتكلم وقال اللي فيه ملف زي ملف الاختفاء القسري زي اشرف شحاته ومصطفى ماسوني اللي احنا لغايه دلوقتي الدكتور اسامه الغزالي حرب امبارح. اتكلم على جزئيه واحده الدكتور. اتكلم محمد عبد العزيز ثانيه واحده يا فندم. الدكتور اسامه الغزالي حرب اتكلم اللي هو بيقول للرئيس العفو وي وي والشباب والكلام ده كله. قال كل من لم يتورط في العنف. تمام. وانت تمام. عارف ان اللي تورط في العنف ده مش هينفع تقول. تمام. بالمناسبه بس جزئيه صغيره يعني انا في حد كلمني من حزب ما قبل المؤتمر دوت وقال لي شريف تعالى واحضر المؤتمر وبتاع وانا ممكن ارشح اسمك وي وي وي. قلت له انا ما عنديش اي مشكله خالص بس انا لو هروح اتكلم هتكلم على ملفين اتنين الاختفاء القسري باسماء موجوده فعليا والشباب اللي موجوده لغايه دلوقتي في السجون. يعني الاختفاء القسري بعد ذلك اختفاء القسري يعني في ناس احنا مش لاقيينهم زي ما اديتك مثال دلوقتي اشرف شحاته ومصطفى ماسوني وفي اتنين اتقبض عليهم احمد عرابي واسلام عرابي ويوسف علي تمام من قيمه يومين الاول امبارح راحوا اسم شبرا دلنا الناس فضلت مستناه في اسم شبرا بعد كده قالك الامن الوطني جه استلمهم ولغايه دلوقتي هم مش عارفين هم فين لا اهل ولا اي حد. ده تعريف الاختفاء القسري عندك يعني. اللي الناس اتقبض عليهم. انا عايز اعرف الاختفاء القسري. ما احنا مش هنخش مش هنخش لا 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 اعرف تعريف صغير بس مش مجالنا. جمله بعد اذنك جمله اصل انت ذكرت الكلمه واحنا يمكن قبل كده برضو في نفس البرنامج اتكلمنا ان الكلمه دي ترند بيشتغل عليه تنظيمات الاخوان. انا مش دافع تنظيمات الاخوان. طيب انا شوف لي مسمى. لا احنا ثانيه واحده. طب انا هقول لك على حاجه بس. شوف لي مسمى. شوف لي مسمى واضح. هقول لك لاختفاء اشرف شحاته ومصطفى مسعود. طب كده احنا بنتكلم. انت قلت كلمه بعد اذنك. طيب. انا ما خلصتش. انا في وجهه نظري الشخصيه انا تعريف الاختفاء القسري ما هو الا عقد عمل في صفوف داعش وجبهه النصره. وده بالواقع بعد اذنك. لا 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 ما تحطيش ده بالواقع مش بالكلام. ما تجرناش للمربع ده مش بتاعنا. انا عايز يا محمد اللي انت قلت منهم قبل كده يا شريف. انت بتتكلم براحتك. لا يا شريف. لا لو سمحت انت قلت اسماء في نفس البرنامج قبل كده انها مختفيه وطلعوا بعد كده في داعش. ما ترجعناش بقى فلاش باك بقى ونرجع لورا يا باشا. الناس دي طلعت في داعش. انا ماليش دعوه بداعش دلوقتي يا محمد. ايوه ما انا عايز اقول لك ان احنا عندنا مؤتمر. لا 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 لو سمحت لو سمحت ده حصل قبل كده. لو سمحت احنا عندنا مضمون. شريف انت دلوقتي قلت في حزب دعاك وانت قلت له انا عشان الحزب مش جهه دعوه. انا عشان اجي والله راجل طرح عليا قال لي انا ممكن احط اسمك وي وي تعالى وشارك في الحكم وانا ممكن اروح لك دلوقتي اقول لك انا هطلعها ثانيه واحده بس برضه ما تخرجوناش بره المضمون يا جماعه. فانت قلت لي انا هتكلم عن الاختفاء. قال لي لا ده مش مجال الكلام دوت وما ينفعش ولا يجوز. قلت له خلاص ليه ما الناس اتكلمت يا ما انا بقول لحضرتك اللي حصل معايا. الرئيس تقبل ذلك بصدر رحب جدا وقال هنشكل لجنه. انا عملت ده ثلاث مرات قبل كده اربع مرات قبل كده. استاذ وائل احنا مرارا وتكرارا اتكلمنا على شباب موجودين في السجون لغايه دلوقتي محبوسين على خلفيه قانون التظاهر وكلنا قايلين اللي قانون التظاهر عليه عوار دستوري واللي يجب تعديله وي وي والكلام ده كله. فانت شايف انه شايف ازاي يا شريف شايف يعني كيف يعقد مؤتمر للشباب وهناك شباب في السجون يعني في بسبب شباب كتير موجودين في السجون سجناء رأي. ثانية واحدة ما انا هجيلك سجناء رأي موجودين لغاية دلوقتي في السجون. اتحداك لو في واحد سجين رأي في مصر. لا 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 اتحداك. امال ابراهيم عيسى طلع يتكلم على ايه النهارده؟ اتحداك لو في واحد في مصر اسمه سجين رأي. في فرق بين ان واحد يتحبس عشان رأيه وواحد بيشارك. ليه هو عمرو بدر ومحمود السقا لما تعليق. لا ثانيه واحده بس ما كلمتش عليه. هو عمرو بدر ومحمود السقا لما اتقبض عليهم. سيبك من هم كانوا في النقابه ومش كيمك من النقابه. دي مش قصه عشان ما تخشش في العياط. كان الضبط والاحضار اصلا ليه؟ ليه؟ انا بسالك. ما اعرفش انا مش انت اللي بتقول ان هم سجناء راي. طب انا بسالك عشان قالوا وجهه نظرهم الليتران وصنافير مصريه بس ده اللي قالوه. يعني محمود السقا ما قالش ان قتل الريس مستباح قبل كده على الفيسبوك. انت ما شفتش؟ لا ما شفتش. ما شفتش الكلام ده؟ لا والله. طيب الكلام ده في واقع القضيه تمام. فين الكلام ده بس عشان برضه ما نخشش في حاجات. الكلام ده في واقع القضيه. غير السجناء غير السجناء الراي احنا عندنا جميله سريه الدين محبوسه على خلفيه قانون التظاهر. دي ام لثلاث اولاد. انا معرفش امبارح انا اعرفها كويس. طب تمام. امبارح عملت استشكال في النيابه. الاستشكال بتاعها اترفض. طيب ايه يعني في نماذج يا استاذ النيابه غلطانه. شريف بس انا مش في حته النيابه غلطانه. ايه علاقه ده بحضور مؤتمر الشباب من عدم اللي انا شايف ان نفس النماذج نفس الفكره بتاعه الحزب الوطني بتتعمل بس بطريقه ثانيه اللي هي ايه؟ لو كان الحزب الوطني عامل كده ثانيه واحده يا محمد على فكره انت كل ما تتكلم انا هقطعك. انا بعرف اعمل ده كويس. لا ما كانش بيسنيه. انا بعرف بقول لك بس ملاحظه لو كان الحزب الوطني عمل ده ما كانش. انا بقول لك لا 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 الحزب الوطني عشان هو غبي عشان جه في اخر 10 سنين كان كده. غبي. لا مش عشان ما عملش كده. عشان سمح لاحمد عزل دلوقتي جاي بينظر علينا وبيكتب مقالات في التشاؤم اللي احنا ادينا له مناخ وادينا له ارضيه لاحمد عز اللي كل مصر كلها اجمعت بعد 25 يناير اللي ده. شريف ما تبعدش عن الموضوع. شايف بالزبط. شايف ليه انا شايف ان نفس الشباب اللي كانوا موجودين. انا شايف ما انا شايف اصوات تمثل المعارضه موجوده بتقول لا للرئيس السيسي على فكره.
ما انا بقول لحضرتك انا شايف اللي نفس اللي نفس الاختيارات للشخصيات والشباب اللي موجودين هتلاقيهم حاجه من الاثنين، يا شباب صغير زي اللي طلع يتكلم في الجامعات، شباب صغير ده انت لسه زي ما الاستاذ احمد بيقول انت ده محتاج تعمل له ورشه عمل تمام وتعمل له تاهيل سياسي، ده كويس عشان تبقى فيه عندك كادر ده كويس. انت مش لسه كنت بتقول انه حسن شاهين كاتب من من يوم من من خمس ست ايام يعني ان هذا النظام عبث وخلاص دي يعني. ليه وجهه نظره هو شايف طيب كويس، ما هو يبقى اذا دي وجهه نظره هو شايف حسن صغير ولا في اصوات سن. يبقى في اصوات معارضه حقيقيه بس يعني. برضه يا هو لازم يعني يبقى ناس شايله طوب مثلا علشان لا خالص لا خالص بس برضه لما تيجي تختار ما تختارليش شباب من الجامعات الاجنبيه ومدارس لغات وتيجي تقول ماشي الشباب دول حق شباب مصريين ووطنيين وليهم حق المشاركه. خلي بالك الراي العام بقى بيقول هو انتوا بس فاكرين ان الشباب هم النشطاء، لا ده الشباب هم شباب عارف دي جات من ايه الجامعات وهم المخترعين وهم المكتشفين وهم الشباب اللي عنده افكار وبيبتكر. عارف الفصل ده جه من ايه يا استاذ وائل؟ اللي احنا لا انا بقول لك ما هو زي ما انت بتعمل الفصل ده وبتقول ايه هو يجيب شباب الجامعات وشباب ما هو عشان احنا كنا عشان انا كواحد من الناس كنت عايز استغل الفكره الجميله اللي اتعملت بتاعه المؤتمر دي اللي انت لو حقيقي عايز تسمع لمشاكل الشباب هات الشباب اللي عندها مشاكل اللي اخوه عنده مشاكل للحركه اللي عندها مشاكل للحزب اللي عنده ناس منتمين للحزب بتاعه مسجونين فواتيفر القضايا ايه واسمع منهم الحوار. حضرتك لسه قايل ان الحوار الاحادي لا يبني دول، انا متفق معاك تماما. طب اللي احنا بنعمله وانا اتمنى ده يكون خطوه يعني انا شايف انها انا كمان قلت كده خطوه ليست كافيه. ايه المشكله خطوة. ايه المشكله يا جماعه بس ثانيه واحده يا محمد ايه المشكله اللي احنا لما نيجي نعمل حوار حقيقي مع الشباب تمام اللي احنا نسمع وجهه النظر اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي فيه شباب محسوبين على 30 يونيو و25 يناير موجودين في السجون لغايه دلوقتي وجايز جدا ويعني وسيد عبد الفتاح السيسي اتكلم على الموضوع دوت اللي فيه طيب. عفو رئاسي ما شفناش عفو رئاسي محمد معظم الذين كتبوا انا شفت تعليقات اللي كتبوا واتهموا زملائهم الذين حضروا بالخيانه وبيع القضيه انه الناس في السجون في شباب في السجون يعني وانتم بتحضروا مؤتمرا للشباب وشنوا عليهم حملات وصلت الى حد اتهامهم مفيش احترام حقيقي للشباب بانهم اصبحوا التعبير حتى اللي بيقولوه كلاب فلان طيب. يعني باختصار انا شايف ان الشباب اللي موجودين في السجون دول ما كانوش طالعين يصيفوا فعدوا على السجن. الشباب دي كان في قانون نزل احنا شخصيا كنا معترضين عليه وشفنا الشباب دي كان ليها وجهه نظر نزلت تعبر عليه. طب هكمل اهو احنا كنا معترضين على القانون ده يا استاذ وائل وقررنا ان احنا نعترض عليه بالطريقه بقاله قد ايه في مجلس الشعب؟ ما انا هقول بقاله قد ايه في مجلس الشعب؟ طب انا اما اخلص طالما لا ما انت ما تخلص اخلص كده طالما قانون مهم وطالما قانون بيمس الشباب عشان أقول وفي شباب كتير مقبوض على من اولويات الدوله على يعني اعتقد يعني اللي لما نشوف نلاقي فيه قانون عليه عوار وعليه دجل كتير طب احطه من على اولويات البرلمان ونقش هنقول برضه مين في الدوله المختص بوضع اولويات الدوله بس خليني اوضح لك النقطه دي. الشباب دول كان في قانون موجود واحنا شخصيا اعترضنا عليه بس اعترضنا عليه بطريقه قانونيه ورفعنا دعوه في القضاء الاداري وقتها ودلوقتي بقى في مجلس نواب تقدر تروح تجيب النائب بتاع دايرتك تقول له سيب النائب بتاع دايرتي ده مش موجود طب انا ما اخلص كلامي احنا مالنا من النائب بتاع دايرتي يا محمد هو النائب بتاع دايرتي مش شايف شغله يا محمد عشان يشوف شغله لو سمحتوا اكمل كلامي لو سمحتوا اكمل كلامي تمام تمرد كانت في وقت حاله وبعد كده قلنا احنا النهارده في حاله بعد اذنك كانت مظاهرات بعد اذنك كان في قانون بعد اذنك كان في حاله كان في حاله كان في حاله ثوريه حاله ثوريه في الدوله حد ما كانش في رئيس جمهوريه في الدوله ما كانش في مجلس نواب في الدوله ما كانش في دستور في الدوله كان في رئيس وحركه ده كلام مش مظبوط ده كلام مش مظبوط كان في مجلس نواب محلول كان في دستور يلقى قبول الشارع خلينا عند النقاط الشكليه خلينا في المضمون يعني خلينا نخش المضمون الفكره باختصار في احزاب معارضه موجوده يعني انا مش عارف يتوصف ازاي الوفد والتجمع برضه فكرة وصف اللي حزب التجمع حزب المعارض بصراحه ان اللي موجودين هناك دول يعني شويه عيال لسه متخرجين فهم مش فاهمين حاجه فانا شايف ان الناس اللي اتكلموا على المنصه النهارده دول اثبتوا بعد كلمه الاستاذ مكرم محمد احمد النهارده اثبتوا ان البلد دي هتبني بالناس دي واعتقد ان كلمه الاستاذ مكرم محمد احمد النهارده كانت كلمه اكاديميه صحفيه اعلاميه سياسيه شعبويه وطنيه ادى الدرس لكل الناس واعتقد في وجهه نظري واحنا هنا قاعدين بنتكلم في برنامج اعلامي يذاع على الفضاء اللي حصل النهارده مع الاستاذ ابراهيم عيسى اعتقد ان لابد ان يتوقف عنده كثيرا جدا ليدرس ماذا حدث النهارده منصه الحضور
ادى الدرس قوي جدا، نقل نبض الشارع لاحد الاعلاميين اللي هم شافوا ان هو بياخد خط مغاير ليهم. ولكن لا يعني مش فاهم، اقول يعني النهارده استاذ ابراهيم عيسى اتكلم تمام، انت مش عايز حتى ابراهيم عيسى انا ما قلتش سؤال ايه اصلا عشان تقول لي مش عايز يقول، انا لسه ما قلتش سؤال ايه. طيب استاذ ابراهيم عيسى النهارده اتكلم، فكان بيرد عليه حد من على المنصه، فابتدى هو يقطعه، فابتدى اللي معاه ابراهيم الجارح بيقول له طب انا ما خلصتش كلامي، طب انا ما قطعتش حضرتك. فضحك الرئيس واعتبر سيادة الرئيس لما ضحك ضحك ليه؟ بيقول له انتوا اللي بتفهموا الناس، مش عارفين تسمعوا بعض، الناس هتسمعكوا ازاي؟ تمام؟ ده كان الكواليس. لما قام استاذ مكرم محمد احمد يتكلم النهارده ولمس حته مهمه جدا، حته المهنيه، انا رايي ده درس لازم يتعمل ميثاق. كلمه استاذ مكرم محمد احمد هي ميثاق شرف اعلامي لوحدها، هي ميثاق شرف صحفي لوحدها. ده برضو وكلام زميلي وصديقي ابراهيم عيسى ايضا ميثاق شرف، لانه بالظبط رد على الرئيس وقال له لا المجتمعات بتبنى بحيويه الاختلاف. والرئيس ده ما قالش لا، وحيويه الاختلاف ده مش خطر. انت عارف الخطر انت عارف الخطر ايه؟ انه الناس كلها تبقى اتجاه واحد. كلام حضرتك صح، بس هل لما استاذ ابراهيم عيسى قال الكلمتين دول الرئيس شاور للامن قال لهم اقبضوا عليه؟ لا يا يا ما حصلش. تمام، اذا هو سمع وكمان مش عايز الحريه تبقى منحه يا محمد. ما حدش قال ان الحريه منحه، اللي هو اعتبار ايه؟ ولكن ما انتوا واخدين الحريه بقى مكفايه وفرض الوصايا والا فرض يعني الوصايا استاذ وائل، فرض الوصايا وثقوق الوطنيه وثقوق الوطنيه اللي بتتوزع على محمد على كل واحد مختلف مع النظام. يقول لك مش حضرتك استاذ وائل ابراشي النهارده فتحت البرنامج انترو اخبار، كل خبر جبت ضيف دخل علق عليه، النهارده هتناقش موضوع مؤتمر الشباب فجبت وجهات النظر المختلفه تناقش الموضوع. طبعا طب لما حضرتك تطلع لوحدك الساعتين او الثلاثه تملي لي وجهة نظرك السياسية من كل موضوع انت بتقراه في الخبر، ويكون لك الحق انت اوحد انك تفرض وصايتك على الشعب بانك تسب الحكومة او تسب وجهة الدولة او تسب الشعب. ده نوع من برامج يا محمد، مقال زي المقال الصحفي ده مقال تلفزيوني يمارسه البعض ويجيده البعض، ينظمه بقى القانون. استاذ مكرم طيب. محمد احمد عشان ما توقفش بس اخر كلمة بقى هقولها بعد اذنك. استاذ احمد اللي بيمثل حملة المحلات الشباب، انا عايز بس اوضح نقطه مهمه. انت قلت ثلاث نقط في رايي الشخصي هما في غايه الخطوره. انت قلت ان وزاره الشباب اهدرت مال عام من 45 مليون ل 50 مليون جنيه. انت قلت ان في استاذه تضع استاذه نعمات بلغتك ان في اجهزه سياديه هي اللي بتتدخل وان محدش يقدر، هي اللي اختارت الشباب يعني. والنقطه الثالثه قلت ان في موظفين حاضرين في هذا الامر تمام. انا ما اقدرش اكذب حضرتك، ولكن انا ادعو وزاره الشباب والرياضه اداره الشؤون القانونيه فيها ان كان اي حاجه من الكلام ده مغلوط ان تتقدم ببلاغ للنائب العام في هذا الكلام، حتى لا يكون مباحا لاي شخص بعد كده ان يطلع يستباح اي مؤسسه من المؤسسات. طب ما يردوا عليه نظر الكلام دافع عن جميع هو المنطق. ما المنطق ما بيعجبك، انا لازم اقول اللي انت عايزه عشان يعجبك. ودافعت عن قول لي بس قول لي بس ودافعت عن الامن يعني خلاص كل اللي انت قلته غلط. بس اللي انت قلته غلط، انت مش متخيل ان ده غلط. لا 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 شفت بقى رايك الاحادي. احنا مش كده رايك الاحادي يعني رئيس الدوله اللي انت بتقول ان هو حط معايير غلط استوعب المعارضه وانت مش قادر تستوعب. لا هو ما قالش تتبع وزاره الشباب اخطات في المعايير انها جابت يا بيه حضرتك اتهمتهم باهدار المال العام. استنى بس المشروع المفروض لا لما اقول ان بعض الذين حضروا في ثوب الشباب هم موظفين في وزاره الشباب والرياضه ده كلام هو الكلام ده حقيقي وبالاسماء ادلنا يعني. قول لنا اسمين. اقول اسمين هم اصدقائي بس دي ما فيهاش مشكله طبعا. استاذ محمود ممتاز اللي ماسك بيشتغل ايه؟ منشط برلمان تعليم مدني محافظه الغربيه. منشط برلمان تعليم مدني يعني هو معين في مديريه الشباب والرياضه. أيوة. تمام وعلى فكره ممكن الرقم ده بس مش شاب. لا بعد اذن حضرتك بس انا مش الاستاذ محمود اللي انت قلت عليه معزول من الحياه السياسيه ليس له الحق في الترشح في انتخابات المحليات. مين هو اللي يقدر يتكلم ان انا انت بتحضر على رايه اهو. انا ما بمنعش حد، انا بشوف النهارده ان في وزاره شباب. طب ما الراجل عايز يروح يحضر زيه زيك. المجموعه دي بتطلع جميع المعسكرات جميع الرحلات جميع الفعاليات ياكلوا يشربوا يطلعوا يتحركوا مفيش حد غيره. يعني الناس دي بتفسد في فلوس الدولة. حضرتك حصل صديقك بيفسد في فلوس الدولة. لا شخص طيب. محترم جدا وكان له كل تقدير. طب هو ايه مشكلته معاك دلوقتي؟ لا 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 على فكرة خلينا انا اللي ارفع عن صاحبك يا عمي. لا انا طيب. خلينا اقول رسائل لو سمحت هجي لك تاني بس هقول رسائل وناخد تليفونين. كل اللي ما كلش من التورتة بيعارض بدلا من ال مش عارف ايه عليكم الالتفاف حول الرئيس الكلام ده بيستغله اعداء الوطن. موافق.
ما يديش أرضية خصبة للكلام ده. طبعا عايز أقول إنه مفيش طرطة يا جماعة أصلا يعني، لكن في كل الأحوال كمان إنه مفيش مانع إن الناس تختلف وتقول ده عشان لو في مؤتمر تاني يتم تفادي هذه، ومفيش مشكلة إن الناس مؤتمر تاني أكبر وأشمل وأعم. طيب والله لن ينصلح حال هذا البلد طالما النشطاء يعتبرون أنفسهم أوصياء على الوطن. مع احترامي لحضرتك أستاذ وائل، أين الشباب في الأقاليم أصحاب الاختراعات وأصحاب قصص كفاح؟ هو اللي انا بقوله لك ده شريف، ان في ناس هتقول هو انتوا فاكرين ان الشباب هم الاحزاب والنشطاء؟ لا، في شباب تاني. وانا بقى انا شخصيا كنت شايف انه يتم دعوه شباب الهجره الشرعيه مثلا، في شباب نموذج كان لابد انه يتم دعوته. في شباب كتير جدا، في شباب كتير جدا بتسافر، اللي هم الشباب الذين خاضوا تجربه السفر في البحر، وعمل لهم ندوه باسم شباب الهجره الشرعيه. ما الذي دفعكم الى جيده جدا ويتناقش الموضوع ده؟ الهجره غير الشرعيه قصدي، ما كانش من شباب الهجره غير يعني هنا في افكار مختلفه. هنا الناس مش يعني هتقول ما هو كمان مش الشباب هم بس. انت باصص يا شريف ليه؟ هو استاذ شريف ما عجبوش الناس اللي قالت كلامه، هو ممكن يكون عايز هو اللي يقوله. اللي هو ايه؟ اصل اللي محبوس اللي انت بتقول عليه ده، او اللي مختفي اللي انت بتقول عليه ده، مش انت، مش شخصك انت، هتتكلم عنه فتكلم عنه اسامه الغزالي حرب، فتكلم عنه ابراهيم عيسى، فتكلم عنه فلان. فهل الثلاثه دول ما عجبكش ان هم اتكلموا عنهم، فلازم مثلا شريف او احمد او سيد او صاد اللي هي خالص. اللي انت بتقول عليهم مجموعه المهتمه بالامر ده اللي يقولوا؟ لا خالص، بس إيه؟ على الاقل خالص اشرف شحاته يتقعد. مين اشرف شحاته؟ انت ما تعرفوش، انا اعرفه. طيب حزب الدستور. ما اصل انت كل شويه بتقول لي اشرف شحاته. ايوه انت بتقول لي انت راجل مش موجود. ثانيه واحده بس يا محمد، ان شاء الله يكشف النقاب عن مصير اشرف شحاته، وارجو يا رب انه ما يفيدش غيره واسرته يعني، وارجو ما يكونش زي غيره اللي لقيناها في لندن هربانه، واللي لقيناها لا ده مش في لندن هربانه. طيب خلينا يا جماعه بس، الوضع لم يتغير. شباب مبارك، المؤتمر للمنافقين وعواجيز النظام السابق، يعني ده ليس صحيحا يا جماعه. لو وجدتم هتلاقوا فيه الحقيقه. ما هو المشكله اللي ما فيش معارضه يا ابن الحلال. هو مين اللي نفق يا جماعه؟ يقول ولا يعيد ازاي؟ مين اللي الناس النهارده والمبارح كنت كلهم يعني النهارده لما يقعد في سكه واحده محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب ويقول له لا انت لازم توضع لي سعر لحد الصرف واحد عشان حد يتكلم في حد يتكلم في المؤتمر دوت. قال له لا انت بتتكلم غلط. حد يتكلم في المؤتمر دوت عن ازاي نحل ازمه البطاله؟ ارد عليك؟ حد يتكلم في المؤتمر دوت؟ ما في ثلاث المشاكل اللي موجوده. ما هو انا مش طالع اتكلم في اي كل حاجه. ماشي يا 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 بتكلم يا عن التعليم يا شريف، وبتكلم عن المحلات زي ما انا اللي اعرفه طالما هيبقى فيه مؤتمر للشباب في مصر علشان يبقى في لا ثانيه واحده محمد، عشان يبقى في حوار حقيقي مع الشباب. طيب. يبقى القوه الثوريه كلها تكون موجوده. يعني ايه القوه الثوريه يا شريف؟ استاذ محمد من شرم الشيخ اللي انت عارفهم يا محمد. استاذ محمد هم كتير يا جماعه لو سمحوا. استاذ محمد اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل. اخبار حضرتك يا فندم؟ ويا رب يكون الاخوه الافاضل مع حضرتك في البرنامج بخير. ربنا يخليك يا استاذ محمد. استاذ وائل، انا رئيس لجنه شباب مدينه شرم الشيخ. مبدئيا انا مش زعلان ان انا ما حضرتش المؤتمر، لان انا اصلا عندي ظروف صحيه، حتى لو كانت وجهت لي دعوه فانا كنت اعتذر لظروف الصحيه الحاليه. بس الفكره كلها ان اللي تم في شرم الشيخ او اللي تم من هنا قدام عينينا ان جت رساله الى مديريه الشباب والرياضه للاستاذ علي انور، عايزين شباب يحضروا المؤتمر بتاع السيد الرئيس. لم تعلن وزاره الشباب والرياضه او مديريه الشباب والرياضه ان هم عايزين شباب يحضروا المؤتمر. فما فيش شباب عارف. حضر عندك استاذ سيد، خليه هو بس بيتكلم اسمعه. طيب اتفضل. طيب خليه بس للاخر وبعد كده اسمع حضراتكم اللي عايز يقول حاجه يقول. اتفضل. تمام يا استاذ وائل، لم يتم اعلان ان هم عايزين شباب لحضور المؤتمر. بالتالي الاستاذ الموكل بكده كلم معارفه واصحابه وقرايبه، هاتوا لنا حد تبعك، هات لي حد تبعك. خد من هنا اثنين وخد ثمانيه، بعت اساميهم بدون الافصاح وبدون العلم مين الثمانيه دول. طب رايحين ليه؟ طب هيقولوا ايه؟ طب ايه؟ طب يقعدوا معانا يشوفوا مشاكلنا عشان يوصلوها. يعني معلش يا فندم، انا راجل شاب داخل مؤتمر هيحضر فيه استاذ رئيس الجمهوريه، اكيد لازم اكون محضر مشاكل معينه او حاجات معينه، ومش بصفتي الشخصيه. فانا هحضر بصفتي العامه. احنا الشباب يا فندم اللي شغالين في العمل العام بقالنا سنتين، لامسين كل حاجه وبنقعد مع شباب كتير، بنتواصل على التواصل الاجتماعي، بنناقش مشاكل كتير، فاحنا اكتر ناس عندنا خبره. استاذ محمد معلش، انت رئيس لجنه شباب ايه؟ معلش
رئيس لجنة شباب مدينة شرم الشيخ اللي هو خالد فودة يا فندم مصدر قرار من حوالي سنة وخمس شهور بتشكيل لجنة شباب لكل مدن المحافظة. تمام. اتشكلت لجنة الشباب يا فندم، أنا رئيس. طيب أنت حضرت نموذج المحاكاة في وزارة الشباب والرياضة في المديرية عندك يا فندم في المحافظة؟ تاني كده يا فندم. حضرتك حضرت نموذج المحاكاة اللي ابتدى من شهور؟ حضرت يا فندم، ما أنا جاي لحضرتك يا فندم. تمام. لجنة الشباب يعني اللي أنتوا فيها كلها اللي أنت رئيسها ولا واحد منهم حضر؟ اسمعني، لا ولا واحد من اللجنة ولا فرد من لجنة الشباب. تمام. حضر المؤتمر بالنسبة لمدينة شرم الشيخ. تمام. طب حضرتك كنتوا بتناقشوا عندنا المشاكل بتناقشوا يا استاذ محمد؟ استاذ انا حضرتك اسمعني للاخر وبعد كده. ما انا عشان عايز اسمعك بس بالنقطه اللي انا مهتم بيها، حضرتك كنتوا بتناقشوا في نموذج المحاكاه ده حاجه تخص الثلاث الملفات دول، التعليم والمشروعات الصغيره والمحليات؟ طبعا طبعا يا فندم. ناقشتوا ايه فيها يا فندم؟ طب ممكن بس اكمل انا كلامي وبعد كده اجاوب على اسئله حضرتك؟ عشان انا عندي كلام لازم اقوله. لا يا فندم بعد اذن حضرتك، انا عايز اقول انا الكلام بعد ما اخلص حضرتك كل اللي انت عايزه. ايوه، ما انا حضرتك هتقول لنا كلام، ما احنا سمعنا الكلام برضو في الاول قبل ما اسال حضرتك. انا ما جبتش خير، انا لسه عندي كلام تاني كتير، اصبر عليا. ايوه طب انا عايز اعرف حضرتك ايه. تعالى يا فندم لموضوع تمكين الشباب. السيد رئيس الجمهوريه قال ان عام 2016 هو عام الشباب. تمام. ماذا اخذ الشباب في عام 2016؟ ورشه عمل لتمكينهم في 2017 جوه المطار. يا فندم تمكين، يا فندم انت ما عندكش انت بتاهل الشباب ليه حضرتك يا استاذ محمد؟ بيتاهلوا عشان يتمكنوا حضرتك. برنامج جديد. هل ما فيش في مصر شاب مؤهل؟ ثواني يا استاذ محمد، هل ما فيش في مصر شاب مؤهل؟ حضرتك مؤهل يا فندم لتتولى منصب قيادي؟ لا مش انا، لا مش انا خالص، لا لا مش انا، انا بس حضرتك تعرف اسم شاب مؤهل ولم يتولى منصب قيادي؟ اسمع يا ابني، بيرد عليا بعد اذنك. حضرتك تعرف اسم شاب بعد اذنك؟ حضرتك يا استاذ محمد، يا جماعه انا ارد على حضرتك، ينفع كلنا نتكلم لو سمحت؟ طب انا ارد عليك ولا ايه؟ يا محمد انت اعتراضك ايه بايجاز؟ يا محمد بايجاز قدامك نص دقيقه. ما راحش يا فندم، يصبر يسيبنا اتكلم عشان اعرف اوصل. طيب قدامك نص دقيقه بالظبط يا محمد، اتفضل. بص يا استاذ وائل، دلوقتي يا فندم الشباب اللي حضر ما نقلش فكره للاستاذ رئيس الجمهوريه، يعني لازم الشباب. ما انا شايف مناقشات حيويه يا محمد لو سمحتوا يا جماعه. يعني بس يا فندم معلش يا فندم، احنا بنشرب. يا محمد انا شايف مناقشات حيويه، انا اكثر ما اخشى بس يا محمد ان كلكم بترفعوا شعار فيها لا خفيها. يا استاذ وائل، في مدرس في مدرسه حكوميه بيشرح؟ يا استاذ يعني محمد، وحضرتك عايش في دوله ثانيه غير اللي احنا عايشين فيها؟ انا عايز اوضح بس نقطه يا استاذ محمد، يعني في مشاكل احنا. يخلص بس، يخلص يا جماعه. يا جماعه اصبر عليا عشان اعرف اوصل لك. طب اتفضل اتفضل. عندنا في عام 2016 وعام الشباب، حضرتك دلوقتي عامل حمله اسمها تاهيل الشباب، حضرتك بتاهل الشباب عشان تمكنهم. تمام. هل في مصر ما فيش شاب مؤهل؟ في شباب زي الفل يا فندم، واخدين ماجستير ودكتوراه ويصلحهم يمسكوا مناصب قياديه. ممكن تقول لي اسم اثنين منهم؟ تمكن الشباب. ممكن تقول لي اسم اثنين منهم؟ وزير شباب، محافظ شباب. طيب. رئيس مدينه. محمد الف شكر، هاخد بس تليفون تاني بسرعه وبعدها ارجع. استاذ شادي من القاهره. استاذ شادي اتفضل. استاذ شادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. حياتي لحضرتك ولاصدقائي الوطنيين الاستاذ احمد والاستاذ محمد والاستاذ شريف. انا بس في عجاله كده هوضح بعض النقاط. انا تشرفت باني كنت من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. مؤتمر الحوار الوطني للعلم هو بادئ من شهر مارس اللي فات. لا نعلي الصوت يا جماعه. مؤتمر الحوار الوطني بدا في شهر مارس اللي فات، وجاب جميع محافظات ومدن مصر. انا شرفت بان انا حضرت في كذا مدينه في محافظه واحد احمر، وشرفت بان انا حضرت في محافظه السويس. من الملاحظ بالنسبه لي، وده راي شخصي واتمنى يعني ما يتمش الاعتراض عليه الا بعد الانتهاء، من الملاحظ بالنسبه لي ان مؤسسه الرئاسه بالفعل بتطلع افكار كويسه جدا، افكار لو تمت بالشكل المطلوب او بالشكل المفروض هتؤدي الى نتائج فوق الايجابيه، ولكن الخلاف هنا في اليات التنفيذ. ايوه ده احنا ملاحظينه في مشاريع كتير زي المشروع ده، زي ما قابلنا بايدينا في جم. الاليات التنفيذ اللي احنا بنتحدث عليها في جزئيه بسيطه جدا. يعني انا لما حضرت استفاجه وجدت ان مجموعه من الشباب كل واحد فيهم ماسك لجنه، في شاب ماسك لجنه التعليم تحدث عن مشكلات التعليم في استفاجه، شاب كان ماسك لجنه المشروعات الصغيره تحدث عن مشكلات المشروعات الصغيره، شاب اخر عن المحليات وتحدث عن وكانوا بالكامل من شباب الحمله. يا استاذ شادي انا فندم انا ما بتكلمش عن حمله، انا بتكلم على المؤتمر. ما هي مصر مش حمله محلات الشباب. طيب انا يا جماعه بس المتصل كده لو قعدنا نناقش كل واحد هيقعد نص ساعه على التليفون. يعني انا عايز المتصل يقول وجهه نظره في دقيقتين عشان في ناس عايزه
تعالى بس اتفضل. احنا ما اتكلمناش فيها برضه. تمام. انا زي ما بقول لحضراتكم، انا لما حضرت مؤتمر الشباب في المحافظات وفي بعض المدن على محافظات مصر المختلفه، وجدت ان في لجان فعلا، اللجان دي خرجت بتوصيات، اتكلمت عن المشكلات اللي عندها شباب مدينه سفاجة، تحدثوا عن مشكلات مدينه سفاجة. طيب خلينا في المؤتمر بس، انت شايف ايه المؤتمر؟ ما انا جاي لسيادتك الكلام. انا كنت اعتقد ان في هذا المؤتمر في شرم الشيخ اللي جمع شباب مصر كلهم، كنت اعتقد ان الشباب اللي شفتهم في المدن هلاقيهم ممثلين او موجودين. شباب مستقل تماما، لا يتبع احزاب، لا يتبع الحكومه، لا يتبع كونه موظفين. بعض المعلومات اللي قيلت في الحلقه انا اكاد اؤيدها واؤكدها، زي معلومه ان في موظفين كتير من وزاره الشباب، ده وارد، ده موجود، مش وارد، ده موجود. وده كل مشروعات وزاره الشباب في قطاع كبير، الشباب بتوع البرنامج الرئاسي موجودين. طيب انا بشكرك شريف. قبل ما شريف، انا بس عايز كان ممكن تتعاملوا مع فكره انك انت تقول مفيش معارضه في المؤتمر، وكانك تنزع صفه المعارضه عن زملاء لك. لا مش بنزع، معروفون بالاسم يعني، مش بنزع صفه المعارضه، بس انا اعرف اللي يكون في برضه مؤتمر للشباب وفي معارضه، يبقى يكون في شباب بيدافعوا عن قضيتهم، او في شباب فعليا صحابهم وقرايبهم وعيلتهم ورفقاء ميدان زي ما بنقول موجودين في السجون. وكنا عشمانين لك، ما انت قلت انا مش عايز اعيد نفس الكلام. ماشي، ما احنا قبل كده السرع فتاح السيسي قال اللي فيه عفو رئاسي، ما بنشوفش عفو رئاسي. الناس لا، حصل العفو، مش ولا عفو رئاسي، العفو رئاسي عمين. انا بس عايز افهم، احنا لما كنا العفو مقيد، بس يا جماعه في مساله، العفو مقيد بصدور احكام نهائيه باته. تمام. احنا عندنا يعني احمد، احنا عندنا احمد دوم صدر حكمه، صدر عليه احكام نهائيه. احمد دوم خمسة شارك في 25 يعني. لا لسه مش نهائي بات. ماشي يعني لسه مش نهائي بات يعني، بعد النقض يعني، لازم بعد النقض. بس السيد عبد الفتاح السيسي يملك اللي هو يعمل عليه عفو رئاسي. لا لا، ما يملك الدستور. خلينا بس عشان مش ماشيين بالدستور. طب خلينا عشان ما توقفش يعني، هو احنا طبقنا الدستور، هو احنا نعم عايزنا نعملها قاعدة عرب، مش عايزها. لا لا لا، مش قاعدة عرب ولا دولة القانون. ما هو انت في حاجات بتحصل في البلد موجودة، عشان بس ما نخرجش بره الاطار. ايه؟ في حاجات كتير بتحصل في البلد بتتجاوز دولة القانون. احنا مش هنقعد نخش في فرعيات. ما انت قلت لي ما ينفعش تقول لي في حاجات مش قانونية. ثانية واحدة، انت قلت لي من شوية مين القوة الثورية دي، صح؟ اه، القوة الثورية دي اللي عملت 25 يناير واسقطت نظام فاسد. اسمائهم، انت شاركت في 25 يناير؟ اه طبعا. وانا شاركت في 25 يناير؟ ماشي، ثانية واحدة. انا وانت القوة الثورية دي برضه انا ما خلصتش يا محمد. القوة الثورية اللي انت بتسألني مين دول؟ شاركوا في 25 وشاركوا في 30 يونيو. كلمة القوة الثورية، انت لما جيت عملت مؤتمر للشباب، انت حجبت شباب كتير قوي موجودين ومهتمين لثورة 25 يناير، وجبت شباب 30 يونيو بس يا محمد. القوة الثورية، وجبت شباب مهمش، وجبت شباب موجودين من الصعيد يعني، لسه شباب صغير ما عندهمش مشاكل وما عندهمش قضيه. مين القوى دول؟ جايين على راي استاذ احمد، جايين ياخدوا سيلفي على الجانب الاخر. يا جماعه بس، ليه اللي قالك دلوقتي ما بقاش فيه؟ دلوقتي ما بقاش فيه حاجه اسمها قوى ثوريه. الاخوان عملتها موجوده في الميدان، وانا عايز ثانيه واحده بس يا محمد. احنا كده مش هنسمع بعض ولا الناس هتسمعنا على فكره. انت عايز تقول لي، انت عايز معنى كلامنا؟ كان معايا كلمه، انت قاطعتني شريف. انت شايف، ما هو كمان انت شايف الشباب بعين واحده بس. لا خالص، زي ما مؤسسه الرئاسه، ثانيه واحده، زي ما هم النشطاء الذين يدافعون على قضيه السجون. ما هو زي ما الدوله برضو شايفه، برضو باصه للشباب بعين واحده، هي باصه بعين وانا باصص يعني بالعين الثانيه. طب ما تيجي نقعد ثانيه واحده يا محمد. لا مش يعني يا محمد، لو سمحت بطل. لا اللي انت يعني كل ما نيجي نتكلم انا بسالك سؤال، اللي حصل النهارده انا ما خلصت، اللي هرد عليك. اه، الدوله بعين واحده. اه، وجهه نظر يا اخي، انا حر في وجهه نظر. حر في وجهه نظر بس كده، بس دي مش وجهه نظر الشارع. لا معلش، ما انت نزلت الشارع وشفت وجهه نظرهم. بقول لك ايه، انت لو هتتكلم على الشارع، الشارع بره بيغلى عن غلاء الاسعار والناس على اخرها، فما تدخلنيش في حته الشارع عشان الشارع. اه بس مستير. حتى الناس، حتى الناس الشارع حتى على اخره. حتى ولو انت مش عارف ان الشارع دلوقتي، افتح مداخلات دلوقتي شوف الشارع عامل ازاي والناس تقول رايها. انت احنا عندنا ثانيه واحده بس، مثال صغير بس عشان ما نطولش ونخش في فرعيات. احنا عندنا على سبيل المثال لو حصل شباب عندي في دار السلام، وشباب ومحسوبين ان هم شباب مصريين عندهم محلات عندنا في شارع دار السلام، كل رئيس الحي عندنا الباشا عمل غرامات على كل محل 5000 جنيه. ليه يا فندم؟ قال لك زباله. المحلات دي بتاعت ملابس وبتاعت جزارين وبتاعت اكل، مطاعم اكل، ما بتطلعش زباله.
جه عليهم ده نموذج مشاكل زيه. الله ينور عليك. انا نفسي اعرف هو ده اللي في نماذج موجوده كتير انت ما بتسمع لهاش. انت لما جيت عملت تاني مؤتمر للشباب قلدت الحزب الوطني بس بشكل ثاني. سؤال قبل ما اطلع، انت شايف زملائك الذين حضروا كنت تفضل الا يحضروا يعني معاك؟ لا دي حريه شخصيه ليهم. انا ما انا في اسماء، في اسماء يعني هم ايضا جزء من الميدان يعني أكيد. وجزء من خندق المعارضه بالظبط وافقوا على الحضور وقالوا دي حريه شخصيه ليهم. هم ليهم وجهه نظر شايفين اللي هم هيقدروا يوصلوا صوتهم. بس في شباب كتير قوي، شباب كتير قوي بتسافر يا استاذ وائل، وانت لسه قايل الكلام ده عن الهجره الشرعيه وما شابه. في شباب كتير زهقت من البلد ومشيت فعليا بدون ذكر اسماء. لا كتير. طب قول لي اسم مين تاني برضو. هو انت مش حافظ الكلمه انت بتقول ايه؟ ليه ما انت بتقول لي حاجه؟ قول لي دليل. قول حاجه قول لي. شريف دياب عشان اقول كلام في المطلق. شريف دياب وغيره في ناس كتير عشان ما تقعدش تمسكني كل واحد. شريف دياب اللي بيمثل الشباب. شريف دياب واحد من ضمن الشباب اللي شاركوا في 25 يناير و30 يونيو. ما تقدرش تخونه عشان انا ما خونتكش ولا خونت غيرك. لا يا بيه لا يجوز لحد ان هو يخون حد. الله ينور عليك. فشريف دياب شاب مصري شارك في 25 يناير وشارك 30 يونيو ووقف جنب الدوله المصريه. حضرتك طيب. شفت نموذج واحد شاب واحد من برنامج التاهيل الرئاسي؟ حضرتك شفت نموذج واحد زي الشاب مصطفى مجدي اللي كان بيعمل كده؟ يا بيه الشباب اللي بتيجي في التاهيل الرئاسي والكلام ده شباب لغات والجامعات الامريكيه زي ما عملنا المؤتمر الفني على اللغات، زي ما عملنا المؤتمر الاقتصادي وطلعنا شباب جنب الرئيس يتصوروا سيلفي. مين هم الشباب؟ طلعوا بتوع الجامعات الاجنبيه والمدارس. مش لازم نجيبهم جهله، مش لازم نجيبهم جهله، ومش لازم برضه هم الجهله دول مش قطاع في البلد ولا هنهمشه ولا هنقول هم مش مصريين. طب خلينا بس بهدوء بس محمد بس خلينا بهدوء بس. هو شايف الشباب وفقا لاعتقاده بيشوف لا انه كان لازم في قضيه متعلقه بالشباب وهم الشباب اللي محبوسين، فشايف انه كان يجب انه ان الشباب اللي يتم تمثيلهم يعني لو فلسفه الرئيس السيسي او فلسفه المؤسسات التي نظمت لهذا المؤتمر اللي عقد في شرم الشيخ هو الاستيعاب والاحتواء، فكان لابد ان يكونوا ممثلين يعني او بعض الذين يعبرون عنهم ممثلين في المؤتمر. بس عايز مساحه بدون مقاطعه اشرح فيها حته معينه اللي احنا بنلف فيها. انت بتقطع على طول يا محمد. يعني ايه الشباب المحبوسين؟ في قانون صدر بيسير ويطبق على كافه. ما انت عايز تحل بقى مع الشباب وقلنا اللي فيه اصلا مع الشباب وعايز تحل ما تسمع المشاكل. طيب خلينا نسمع لما تقعد وتسمع. في قانون بيسير ويطبق على كافه تمام؟ حضرتك قررت ان انت معترض على القانون وانا معترض على القانون، انا مشيت باجراءات قانونيه وحضرتك قررت انك تكسر القانون لتغير القانون. طب احنا مشينا وراك ورا الاجراءات القانونيه، وديتنا فين بقى الاجراءات القانونيه؟ اذن انت لغايه دلوقتي القانون موجود في البرلمان ما اتناقشش ولا حد جه ناحيته من بعيد ولا من قريب وما حلتش ازمه الشباب. انا كل ما اجي اقول لك كلمه عشان اثبت ان كلامك غلط هتقوم تقطعني؟ ليه؟ طب ما انت كنت طب انا هقول لك بس طب انا هقول لك مش احنا قلنا دي النقاش. الناس المحبوسه محبوسه لانها اخترقت القانون، مش محبوسه لان مزاج الرئيس يحبسهم، وهناك اجراءات ما تتبعها النيابه العامه. وفي شباب تانية ورئيس الجمهوريه، وفي شباب تانية مش لاقيينهم، وفي شباب تانية مختفيه، وفي شباب تانية جهت من البلد خالص وطلعت بره وسافرت. تمام. واحنا ليه نعمم الفكره دي؟ يا بيه بعد اذنك، يا بيه بعد اذنك، ما هو استاذ شريف اللي انت بتتكلم عليه ده برضه اتقبض عليه في قضيه. انا مش قضيه اسمها تنظيم 25 يناير وثبت ان احنا ما عندناش قضيه اسمها 25 يناير، بس هي يعني حاله بتتعمل. يعني بقول لك ايه، بقول لك ثانيه واحده بس، مصر كلها وقاعد يدور على الاستاذ شريف. مش 11 ثانيه واحده بس، مش 11 جاي. ثانيه واحده بس بعد كده هو يسافر. ثانيه واحده يا جماعه، بس بلاش تداخل بقى وخلينا مش 11 جاي. خليني اكمل كلام. مش 11 جاي. انا ده يوم وهمي بالظبط، يوم وهمي ولا اتحدث عنه بالظبط. هتلاقي برضو في حالات قبض زي اللي حصلت لاحمد عرابي واسلام عرابي ويوسف علي. اتقبض عليهم، اتقبض عليهم ليه؟ مش عارفين. طب هم فين؟ مش عارفين. خليني اقول لك ان في اسم من النيابه العامه النهارده بضبط احضار مجموعه من الشباب بيأسسوا لتخريبات يوم 11/11. لو انت ما بتعرفش المعلومه دي بقولها لك من دلوقتي. النهارده طلع لهم ضبط احضار 83 شاب تمام. هي بقى اكمل لك نفس القصه اتعملت قبل ذكرى احياء ذكرى 25 يناير 83 لقينا 100 وشويه جالهم ضبط واحضروا بعد كده خدوا الفلوس. 83 اسم يطلعوا شباب، يطلعوا كبار سن، يطلعوا سيدات، يطلعوا بنات، ده مش موضوعي. هناك اجراءات قانونيه النيابه اصدرت عليها ضبط واحضار ينفع عليها. بس انا عايز اقول نقطه واحده. هل مجموعة الشباب اللي انت اتكلمت عنهم ذكرت اسمهم اللي لا اعتقد ان احنا لو فتحنا مداخلات على مصر كلها واحد هيطلع يعرفهم تمام؟ دول اللي بيمثلوا شباب مصر، دول جزء يعني من شباب مصر. يعني المجموعة اللي موجودة هناك دول جزء. ما احنا قلنا ما فيش تهميش لقطاعات الشباب. المجموعة اللي موجودة هناك دي جزء من شباب مصر. خمس اسامي
او 10 اسامي من مختلف الفئات المدعوه هناك ما بين اعلام وصحافه وسياسه وبرلمان ومعروف انت معروف. انا هقول لك بس 10 اسامي اغلبيتهم هقول لك 3 ارباعهم من مستقبل وطن ومن يا بيه. انا هقول لك 10 مش من هو مستقبل وطن ايه محسوب على مين؟ انا هقول لك 10 مش من مستقبل المصريين الاحرار محسوب على مين؟ انا هقول لك 10 كده شايف احزاب مؤيده للنظام. انا عايز اقول 10 اسامي دول اي صخب في الحوار يا جماعه ما حدش بيسمع. انا عايز اقول 10 اسماء يقول لي دول بيمثلوا الشباب ولا لا؟ يا سيدي بيمثلوا الشباب ماشي عشان ما نقعدش نضيع وقت اعلام صحافه برنامج تقرير رئاسي برلمان شباب احزاب غيره خلاص غيره. مش لازم الاسماء هم نفس الاسماء. لو سمح لو سمح عشان بس نبقى بنعلق على كل اسئله الناس هنا. في عائلات شهداء بيستفزهم هذا الكلام بيقول لك لا بقى الشباب الحقيقيون هم ابنائنا الذين استشهدوا. ده كلام مظبوط. وانه انتوا قاعدين تتكلموا تم دعوتهم للمؤتمر تم دعوتهم للمؤتمر ما انت مش مشغول ما انت مش مشغول بدعوتهم هم حضرتك هتدعيهم منين؟ هتدعيهم فين؟ لا لا يعني اخواتهم يعني يا محمد ليه اكيد ليه اخ شاب برضو كل حاجه. ما انت بس انت مش مشغول بده. هل ده معيار؟ مين قال ان انا مش مشغول بده؟ مين اللي عارف ليه؟ ثانيه واحده عارف ليه انا مش مشغول بده؟ عشان في نوافذ اعلاميه كتير قوي مشغوله بده كويس بس هو 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 لم يتم تمثيله في المؤتمر كويس. وهو ده بيقول لك يعني مشغول. عنده امه هو بتقول لك ده الشباب الحقيقي يعني انا ابني 23 سنه وضاع مني ووصلته هي عندي اهم من كل الشباب. ثانيه واحده حضرتك بتشوف قناه او برنامج بيجيبنا غير يمكن العشر مساء انا بقى لي اربع مرات دعوه الى برامج مصر. ثانيه واحده بس يا جماعه. لا 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 مش عايز بس ايه ثانيه واحده يا محمد بعد اذنك. ما شريف انت حاصل. لا 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 ثانيه واحده يا محمد بعد اذنك. ثانيه واحده يا محمد بعد اذنك ثانيه واحده. انا ما يهمنيش ان احضر ولا ما احضرش. الموضوع مش فارق معايا قوي يعني. انا مش راح اخد لقطه. في ناس كتير راحت تاخد لقطه. احنا لو عايزين ناخد لقطه ناخدها من زمان بس ما علينا. هم مين اللي راحوا لقطه دي مش قصتنا انت عارفها وانا عارفها. بس احنا برضه لما تيجي انا مش عارف عايز اعرف لما هقول لك بعد الهوا لما يجي استاذ وائل يقول لي اللي انت ما بتبصش او انت مش شايف يعني في حد رايح يضحك عشان الصوره تطلع حلوه. ايوه طبعا. طب قول لي اسمه. وناس معروفين. وناس معروفين. قول لي اسمه على الهوا. لا بعد الهوا. لا ليه انت تعمل زي اللي هو اللي طلعت معاه في المناظره قبل كده بيقول لي يقول لي تدعي لل انت خايف من المشاهد. ما سيبك من ال طب قول لي سيبك في الكلام ده يا محمد بس الله يكرمك. ده مش مضمونا برضه دلوقتي مضمونا برضه تاني. اللي انت عايز تعمل مؤتمر حقيقي للشباب لازم تجيب كل افكار الشباب لازم يكون في يعني ممثلين للشباب. ده انا ما شفتش ورقه قبل المؤتمر ده بتقول يا جماعه احنا هنناقش سجناء الراي هنناقش يعني ما شفتش ناس من المعارضين كانوا كاتبين على الفيسبوك قبل المؤتمر باسبوع انا هتكلم في جلسات 1 2 3 4 لحد 9 في حضور الرئيس السيسي. ماشي انت ما شفتش محمد عبد العزيز كاتب كده على كتب على صفحته انا مالي مال صفحته. لا اله الا الله هي صفحته راني براسي يا ابني بس اتقال انا هتكلم في 9 اتقال يا جماعه بس اتقال هذا يا محمد لاول مره نجد رئيسا يجلس في الصف الاول يستمع الى مناقشات منصه مناقشات صاخبه بعضها يتهم النظام بحبس الصحفيين وحبس الشباب ويتهم النظام بالقمع وهو موجود يتم تبادل وجهات النظر. لماذا لا اعتبر هذا المشهد بداية طيبة يعني لماذا أهيل التراب على كل ما خالص هو خالص يعني يمكن أن يكون حتى مدخلا خالص أنا لخطوات قادمة يعني تمام أأكد لحضرتك لنا في أول الحلقة خالص قلت الفكرة كفكرة ومضمون الفكرة جيدة جدا بس آليات التنفيذ لا عارف مين أكثر في واحد في اختيارات زي أستاذ أحمد لما بيقول اللي فيه ناس لو ثبت أن في لو ثبت أن في موظفين ينتمون لوزارة الشباب والرياضة بصفة وظيفية أنا معاك ده خطأ ما يعني لا يجب ان يكون الشباب الممثل موظفين في وزاره الشباب عارف يعني مين اللي مستفيد اكتر مستفيد من المؤتمر ده نسأل نشوف ده يعني عايزك زويل عارف مين اكتر مستفيد من المؤتمر ده كل من عارضوا الدوله واساءوا للدوله والان يزاع صيتهم عبر وسائل الاعلام لكل المواطنين امام رئيس الجمهوريه يضعون رؤى مستقبليه للدوله اللي يزيدوا غطى بقى ان انت ربنا يسامحك يا عم خليتني اجيب سيره ناس والله 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 انا مكلف خاطر اجيب اسمهم على لساني تمام أيوه. دول يا بيه المستفيدين الحقيقيين مش الدوله انا ماليش دعوه بالمستفيدين هو اللي استفاد حقيقيا. السؤال بقى لو انت راجل معارض ومناضل وصاحب قضيه وماشي على خط كده وبتقول ده لا يمثلني ما تلهس بقى لهست يبقى كمل وشارك وايه وعدي بالدوله والله انت الراجل بتعمل مراجعات
يا عم ما انت زيك زي والله مش احنا اللي لعسنا يا محمد، احنا سمعنا كتير برضه من رئيس، احنا برضه سمعنا كتير من رئيس الجمهوريه، انا بسال سؤال سواء كان في عفو او سواء كان وبعد كده ما فيش حاجه بتتعمل. احنا بنسمع وعود من بعد 30/6 يا محمد، انت عملت مراجعه اصوات يا جماعه، احنا بنسمع وعود من بعد 30/6 من اول المؤتمر الاقتصادي اللي ما شفناش منه حاجه لغايه قناه السويس اللي خسرانه، مش هتفهم منه حاجه. بس لا ليه، مين قال لك الكلام دوت؟ ما انت ما تفترضش نفسك ان انت تعرف برضه غير ما تعرفش. ما هي دي الازمه برضه، وانا ما بدعيش ان انا عارف الاقتصاد، بس في ناس فاهمك تفضل اكتر مني ومنك بتقول بص الجمله اللي مصطفى صالح مش نصب انه حاجه. ما نسمع بعض يا جماعه، افتكر الجمله دي، اسمع بعض. انت قررت انك تعمل مراجعه فكريه بعد ان عارضت الدوله واسات للدوله ومؤسساتها وانك تشارك في بناء الدوله، لقيت الدوله فاتحه لك ايديها كده. في بقى مواطنين انا عايز اقول لك في الشارع قسما بالله مستفزين جدا من حضور الناس دي، لان هم شايفين ان دي مش حضور الاصوات المعارضه، يعني دي مش كده. وانت مش عايز تكون في معارضه، اذا كنت انا بقول لك وفي المعارضه. طب يا جماعه انا عندي انت مش شايف الاحزاب معارضه، ده موضوع مش معارضه، ده احاديه. لا انا بقى شايف ان وجهه النظر دي غير موجوده على مر الساعات. اتنين هنكلمك ماشي، انا من شرم الشيخ عندي كلام مهم. ضيوفك ما حضروش مؤتمر الشباب، احنا ما سمعناش واحد اتكلم عن شهداء مصر، ده الاستاذ عاطف كنت مره انا كنت على 62 مصاب شهيد. انا دكتور من الشباب المظلوم اللي هتقبل على الانتحار، هنشوف طبيعه القضيه ايه. الاستاذ المحامي عمال بيتكلم عن القانون ونسى ان قانون التظاهر قانون غير دستوري. يعني ايه غير دستوري؟ يعني غير دستوري، يعني احنا ما عندناش محكمه دستوريه. الشباب امال هو عايز ده، انت عايز سؤال، امال انت عايز تناقش عايز تناقش في مجلس النواب؟ اكمل رسائل الناس لو سمحت. مش الاجراءات والدستور بيقول كده، انه عايز تناقش ليه في مجلس النواب؟ عشان عشان القانون دوت عليه عوار دستوري وفي مشكله يا جماعه، علشان انا يا بيه مجلس النواب يعني اثنين بيتكلموا، هي يعني ناقصه يا ابو حميد داخل ثالث بتتكلم. مجلس النواب محمد لو سمحت، لا يا جماعه لازم اقول رسائل الناس، اتفضل. ورسائل الناس مش عايز التعليق عليها لانه كده مش هينفع اقولها يعني. طيب خلينا ناخد مكالمتين بسرعه. احمد استاذ فاهم اتفضل. ايوه يا استاذ اتفضل اتفضل بإيجاز. بس أنا ليه مشكلة مع بنك القرية والائتمان الزراعي؟ خلي المشكلة بس قولها لهم، علشان بس وأقولها لهم وأنا أحلها لك يعني. أستاذ حمدي من دمياط، أستاذ حمدي اتفضل. ألو يا أستاذ حمدي اتفضل. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير اتفضل بإيجاز يا أستاذ حمدي اتفضل. بإيجاز شديد، أنا بشكر بداية السيد رئيس الجمهورية على هذا المؤتمر الرائع، لكن انا هتكلم عن محافظه دمياط ومش هتكلم عن بقيه شباب محافظات اللي في المؤتمر. لكن طب بايجاز بس، بايجاز بايجاز يا فندم. محافظه دمياط شبابها زعلان جدا، لان طبعا زي ما حضرتك وجميع المشاهدين عارفين ان محافظه دمياط بيمثلها جانب كبير جدا من شباب اللي بيشتغلوا في النجاره والورش والمصانع وهكذا. النهارده فين شباب الورش وشباب الاساس من المؤتمر؟ لان احنا عندنا في دمياط مشاكل كتيره جدا لصناع الاساس من الشباب والكبار والصغيرين. فالنهارده فين تواجدهم من المؤتمر ده؟ ما شفتش انا شاب طلع. لا مش صح، حضرتك الفرصة وقبل الناس في الفرصة اللي هي تتكلم، لان حضرتك للاسف ما اديتش فرصة. قول لي بس بإيجاز يا استاذ حمدي بسرعة يا فندم. انا عايز اعلق بس يا جماعة، يا محمد لو سمحت، مش عايز اعلق لو سمحت. ما ينفعش مش موصلين، هم موصلين. طيب يبقى علق بعد ما هيقفل. طيب. علق على طول. اتفضل يا وائل. يا وائل بيه، محافظة دمياط بيمثلها شباب كتير جدا بيشتغلوا في الورش والمصانع، فين الشباب دول من المؤتمر؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انا كنت من الشباب المشارك في منتدى الحوار الوطني بدمياط، وكان الشروط او الاليات المفروض هياخدوا الشباب المتميز في المنتدى يأهلوهم للمؤتمر في شرم الشيخ.
انا كان حسب ما مدير الشباب والرياضه بدمياط بلغني ان انا رقم ثلاثة في القائمه اللي راح وزاره الشباب والرياضه، ورقم أربعة كانت استاذه خلود السنباطي من مركب من مدينه السير. ما رحتش يا استاذ حمدي، ما رحتش يا فندم بعد اذن حضرتك يا ولدي، معلش بعد اذن حضرتك. لكن النهارده اما نلاقي ان اللي بيمثلوا محافظه دمياط هناك اثنين شباب من نفس المركز من مركز فرسكور بيشتغلوا في شركه الميه، هل ده عن طريق الصدفه؟ لا، اثبت لي ان الشباب اللي راحوا موظفين في الحكومه ونشوف حقيقه. ما انا خلينا بس يا جماعه يعني كشف يا فندم، انا لو سمحت لو سمحت وانا بقعد على التلفزيون انا هجيب الكشف القديم والكشف اللي اتحط. خلينا نوازن ما بين الا نهيل التراب على خطوه ايجابيه جدا، وفي نفس الوقت اذا في اخطاء بنفس منطق الشفافيه اللي شفناه في المؤتمر لا يجب الحديث عن أخطاء في الاختيار، أو كمان إذا في استبعاد لأشخاص بعينهم، استبعاد لقوة بعينها، كل ده نناقشه. يعني معايا أستاذ سهام من طنطا، تفضلي. ألو، مساء الخير. مساء الخير، تفضلي يا فندم. تفضلي، ازي حضرتك يا أستاذ وائل؟ اهلا بيك، اتفضلي. طبعا بمسي على كل ضيوفك في البدايه، واحب اعرفكم بس انه انا يعني من قريه بعيده خالص جنب طنطا كده، تمام؟ كانت كليتي في القاهره، انا احد الشباب دلوقتي عندي 30 سنه ماشي. انا احد الشباب اللي شغاله في الحكومه مدرسه، يعني استفزني قوي مداخله، معلش اعذرني، لما قال هو في حد في المدرسين في الحكومه شغالين. انا اتصلت مخصوص عشان اقول لكم يا جماعه في شباب مدرسين شغالين كويس قوي وما بيدوش دروس. انا من الناس على فكره الحمد لله الحمد لله شغاله في الحكومه وما بديش دروس، واولياء الامور دول بشكرهم ان 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 اولادها قعدوا من الدروس، ده نموذج من الشباب. بس ده اولا. ثانيا بالنسبه للمؤتمر، انا برضو بمثل برضو شباب من قريتي او من محافظتي. أنا كنت في الكلية عندي نشاطات وكنت بحضر لقاءات ومؤتمرات. النهارده بتفرج على مؤتمر الشباب، وزعلانة قوي من الناس اللي اتصلت بحضرتك واللي قاعدة مع حضرتك، زعلانة إن هي ما راحتش وبتنتقد. زعلانة يا فندم، حد زعلان جدا، وده دليل على معنى. عايز أوضح نقطة، بلاش بس يا بلاش مقاطع يا جماعة، بس انا بتصل بس يا جماعه دقيقتين. بصوا استاذ سام، عندك حق، هناك من يرفع دون تحديد اسماء وشعار فيها لا خفيها. انا ما دعونيش، انا هعمل كرسي في الكلوب واهيل التراب على النط. نعم، في كده، وفي اللي عنده انتقادات موضوعيه يعني، وفي ناس دعتهم الاجهزه معينه او تم دعوتهم على سبيل المثال. انا وما روحتش عشان انا عارف الكلام اللي انا هروح اتكلمه مش هيعجب. لا، مين اللي دعاني؟ دي بقى دي حاجه. لا، مصير عايز اعرضها على الهوا بقى وتقول. انا اقول لك، انا عندي دعوه، عندي معلومه واضحه، لم يتم دعوتك يا شريف المؤتمر. لا لا لا، خليها على الله، قسما بالله وعلى مسؤوليتي. انا ما بقولكش اللي تم دعوتي من الرئاسه، ما بقولكش اللي تم دعوتي من وزاره الشباب. انا كلامي واضح، ولا من وزاره الشباب، ولا قلت الكلام ده، ولا قلت الكلام ده. انا بقول حد اعرفه محترم جدا في الحلقه، تقطع عليه بقى. ما انت اول حاجه ما قلتهاش من اول حلقه، بعد اذنك. تلقيت اتصال من مكتب السيد رئيس الجمهوريه، وتم دعوتي للمؤتمر، وتم ترتيب اجراءات سفري وغيره وغيره. الدعوه موجوده عندي، ورساله سفري موجوده عندي، هعملها لك دلوقتي كل حاجه. والارتباطي بدراسه ما في هذا التوقيت تعذر، انما اسافر فلقيت ان في ناس قاعده هناك بتمثلني وتعبر عني وهتوصل فكرتي، وانا اعتقد اني املك من الاليات ان اوصل فكرتي في الوقت اللي يكون مناسب ليا. وفي ناس كتير شايفه، الشباب اللي موجوده هناك لا تمثل وجهه نظرهم. يا جماعه، انا على ايه تم دعوتك؟ ايوه يعني حرك من كده، حضرتك اسال اللي دعاني. معلش انا ما اعرفش مين اللي دعاك. اساله، انا دعاك واحد عارف بس المعايير. مش هتبقى طب اساله ايه المعايير وشفافيه؟ مش حضرتك بتقول هاخد تعليقات يا جماعه بس لو سمحت. حضرتك حمله عمرها كله في الشارع، ما يجيبش سنتين. لا، اربع سنين. استنى ما اكمل بس كلامي، استنى ما اكمل كلامي. في وزاره الشباب 9 9 2013. محمد لو سمحت، طب ما تقف دي واحده بس، واحده بس. واحنا ما نقدرش نتكلم بهدوء يا محمد، ما ينفعش بهدوء بس. يعني حمله حضرتك لم تكن تولد على ارض الشارع الا لما تمرد نزلت الشارع و30 6 حصلت. هاخد وليد الحركه بتاعتنا. اوعى كل فكر ان انت تاني يا سيدك على الناس. هاخد تليفون اخير لو سمحت، لازم هاخد تليفون اخير.
محمد مش محتاج عصبية يا محمد. لو سمح معايا استاذ سيد استاذ محمد كمال اتفضل. استاذ وائل استاذ محمد هي مصيبتنا في الشخصنة هتلاقي الاختلافات لو سمح. طب لو سمح هسمع بس للمتصل لو سمح. اتفضل. مصيبتنا في الشخصانة الذين لم يذهبوا يشنون هجوما على المؤتمر والذين ذهب زملائهم بيتهموا زملائهم اللي هم جابه شريف بانهم باعوا القضية يعني تخلوا عن القضية. استاذ محمد كمال اتفضل. استاذ وائل تحيه التقدير ليك والسادة الفاضل الموجودين والمشاهدين اتفضل. عموما يعني انا بس ممكن اتكلم ولا هم يتكلموا؟ اتفضل. لو بنتكلم عن الحوار والناس مصممه انها تقاطع بعضها البعض. انا فندم محمد كمال انت عارف ان الناس لما تشوف ده يقول لك كويس انه ما تمش دعوه الناس. اذا كان اعلاميين مصر عملوا كده النهارده يا استاذ وائل. طيب اذا كان ما يهمش ما نعمل خلينا انت عشان ما عندكش ثقافه الاختلاف اساسا. انا اللي ما عنديش ثقافه الاختلاف. خدنا الكلمه من المشاهد او المتصل خدنا منه الكلمه تمام قمعناه حتى يعني. استاذ محمد اتفضل. استاذ وائل الحق نفسك بقى الحق ما هو القمع لا تمارسه السلطه بس على فكره. اتفضل استاذ وائل يعني انا عايز اعرف الناس افاضل وقيم محترمه وشباب ومواطنين المفروض نسمع بعض شويه. انا محمد كمال صحفي في جريده الاخبار المسائي. اتفضل. تحيه وتقدير لكم جميعا ولكن في ادب واسلوب في الحوار نتبعه جميعا كلنا نسمع بعض. اختلف معي كيفما تشاء زي ما انت عاوز اختلف ولكن هناك لو كان في خصومة في شرف للخصومة أرجو أن ما نعلي صوتنا على بعض ما حدش يغلط في بعض ما تظهروناش قدام الناس اللي بتشوفنا أهالينا في الصعيد. أنا من سوهاج مش 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 لا من سوهاج من الصعيد الناس اللي بتشوفنا أستاذ وائل مالين بتتابعوا من سوهاج لا خلي الناس اللي شفنا من الصعيد ومن اي مكان في مصر ادخلني بقى في وجهه نظرك بس استاذ محمد عشان ما فيش انا عايز اعرف بس الاستاذ انا اسف بس الاستاذ اللي لابس ابيض هو استاذ شريف. استاذ شريف يا استاذ شريف تحيه ليك. انت بتقول ان ما حدش تفرق في المؤتمر. انا موجود في المؤتمر الاقتصادي في المؤتمر الشباب الاول. انا عايز اقول لك انت بتقول ان ما حدش تطرق ل المسجونين المحبوسين لقضيه الراي. استاذ ابراهيم عيسى النهارده لحظه يا فندم بعد اذنك اسمعني للاخر سيادتك انت موجود على الهواء علق زي ما انا عاوز ودخله واقفل يخلص كلامه. اكتب عند حضرتك انا سمعت جوار او قلم بعد اذنك عليك عن شباب السجون اكثر من يا استاذ وائل يا استاذ وائل بعد اذن سيادتك استاذ شريف استاذن معاليك اكتب ورقه وقلم وعلق بعد انا اتفضل. طيب اتفضل استاذ ابراهيم عيسى اتكلم النهارده قدام سياده الرئيس ولازم اقول سياده الرئيس ان ده رئيس الدوله عموما هو مواطن مصر ولكن هو حاليا رئيس جمهوريه مصر العربيه لازم كلنا نبقى عارفين كده وعارفين كده كويس تمام. استاذ ابراهيم عيسى اتكلم وقال الناس اللي ما ينفعش ان واحد صاحب راي يحبس ويسجن وده ما يصحش وده ما ينفعش حددوا غرامات اللي انتوا عايزينها. قال وتحدث امبارح الاستاذ اسامه الغزالي حرب قال نفس الموضوع قدام الرئيس وسياده الرئيس نصيا قال له يشكل لجنه من الشباب الموجود الشباب لعلم حضرتك ده شباب برضه اخواتنا كلنا شباب احنا كلنا شباب ما فيش حد فينا يعني ايه شباب وايه مش شباب كلنا انا لا اولا واخيرا انا مواطن مصري بمثل مصر انا عندما اتكلم حتى لو بتكلم عن نفسي ولكن انا مصري تمام. بتقول لي ما اتكلمش لا قال والرئيس سياده الرئيس قال تشكل لجنه من طيب بإجازة بقى عشان عندنا وقت على طول قول انا بس يا استاذ وائل بعد اذن سيادتك انا عايز بس يعني احنا مش مجموعات وكتل احنا اهم حاجه عندنا البلد لازم نخاف عليها. حضرتك اللي بتقول اصل الشرطه بتقهر ماشي ما فيش مشكله ممكن في اخطاء ولكن هذه الاخطاء فرديه بس انا عايز اسالكم سؤالين حضراتكم موجودين تجاوبونا عليهم وانت حضراتكم على الهواء. اتفضل. لما يبقى فيه ملايين او الاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحرض على ان البلد تمام تبقى زي سوريا وزي العراق وزي الدول دي ولما انا في سؤال ثاني عايز اساله لك هو الضابط اللي بيموت المجند العسكري هل حضرتك لحظه يا فندم بعد اذنك انا قلت لك سجل وقت زي ما انت عاوز هل حضرتك معذره المجند والعسكري والضابط هو مش مواطن ولا مش مواطن؟ مواطن طبعا. جميل.
هل ده انا مشتري من بره؟ انا ايه؟ ده مش مشتري من بره، ده ابن مصر اكيد، ده اخوك اكيد، ده ابن عمك طبعا، ده ابن خالك، ده ولكن تتجوز، ولكن ايه التجاوز؟ التجاوز من فرد، من اتنين، من عشرة؟ ليش بيحمينا احنا بره على الحدود؟ احنا ما اتكلمناش عن خاطر احنا ما حدش يهجم علينا وما حدش يجي يحتل بلدنا وما تحصلش كارثه. لازم نبقى عارفين كويس حجم يا فندم، لازم نبقى عارفين كويس حجم المؤامره اللي بتحط على مصر. السؤال اللي بطرحه ليك انت دلوقتي، لما تعرف ان في ملايين الدولارات قادمه لمصر لتنفيذ عمليات ارهابيه داخل مصر، ليه؟ ايه السبب؟ في اجهزه ما فكرناش يا فندم. يا فندم لحظه بعدين سبب، انت بتتكلم على ناس مسجونه وبتقول الشباب مسجون، جميل، هو الشباب المسجون مسجون بناء يا فندم. على لحظه يا فندم، مش دول برضه مصريين؟ انا سمعت حضرتك برد بس عليك، مش دول برضه مصريين يا فندم ومواطنين؟ وفي منهم شباب عنده اولاد، وفي منهم شباب لسه في مقتبل العمر، وفي شباب مستقبل. خلينا نسمعه بس، نسمعه للنهايه. مش معاك، اسمعني، انا مش معاك، اكتب عندك. انا سامع حضرتك. طيب انا عايز اقول لسيادتك، انت بتقول في شباب مسجونين، تمام، هات اسماء الشباب دي. هل الشباب دي مسجونه باذن من النيابه العامه ولا مش مسجونه؟ انا اراهن قدامك وعلى الهواء مفيش واحد في مصر معتقل. لا في ولا لك اهو العلم المحرر الامني. لا 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 في مفيش واحد، لا في كتير موجودين في السجون يا لا فندم. اقول لك ايه، ما مسجون بناء على اذن من النيابه العامه، واكيد بعد ما سجن 4 و15 احيل للقضاء. ما تقوليش ان هو امال احمد، امال احمد ده عربي واسلام ويوسف لما اتقبض عليهم اول امبارح اتقبض عليهم ليه يا فندم؟ هو الدوله دي، الدوله دي مش ماشيه بالقانون زي ما الناس بتقول، لما اعترفت يعني قول لنا اسمه. الدوله دي مش ماشيه بالقانون. تحولوا، خلينا نسمع الشريف. طيب مين احمد؟ استاذ شريف، عايز لك ازوائل. لو الدوله دي يا فندم مش ماشيه بالقانون، الدوله دي مش ماشيه دلوقتي بالقانون، ما كانوا قتلوا عادل حضاره اللي كان هيهرب وجابوه واصيب في ناس وبرضه ما موتوهوش، كان موت الناس اللي في السجون بتقول عليهم الاخوان ومش عارف ايه، وهم قتلوا الناس وبهدلوا الناس، تمام، كانوا صف وكانوا ولكن هم الدوله. استاذ محمد، انا بشكرك. شريف، كل واحد هيعقب نص دقيقة فقط، لأن لازم أطلع فاصل، وإذا زادت عن نص دقيقة الفاصل هيطلع من نفسه. طيب من غير نفسك بس. يعني من غير مقاطعة على سمعك. طيب خليني وأنا بعلق تعليق أخير. مش شايف أنه هذا المؤتمر الذي نجد فيه رئيس جمهورية يستمع لأول مرة، يعني لم يكن ذلك تقليديا، يعني صحيح. بغض النظر عن بقى، يعني بعض الناس ممكن تكون شايفة أنها خطوة متواضعة، لكن الناس شايفة تانية أنها خطوة كبيرة، يعني كان بيحصل في مركز قبل كده، والناس تختلف، وانه ده كمان يمكن ان تكون خطوه نشهد فيها خطوات قادمه يتم استيعاب كل القوى. وانا قلت انه كيف يمكن ان نستعيد كتله 30/6 يعني اللي تفتتت، يعني يمكن ان يكون هذا المؤتمر مدخلا لاستعاده كتله 30/6. والله زي ما احنا حريصين قوي اللي احنا نستعيد كتله 30/6، فبرضه لازم نكون برضه حريصين اللي احنا نستعيد كتله 25 يناير، لان احنا بنقول اللي لولا 25 يناير. خلي بالك، ما كتله 25 يناير فيها الاخوان، كتله 30/6 لا، ما احنا كده، لا ما احنا كده بقينا نفصل. ده وسمح حد قال لك، هو حد قال لك انه 30/6 تتناقض مع 25 يناير؟ ما لولا 25 يناير ما كانش 30/6. افصل عنها الذين خطفوها. احنا مش دعوه اللي خطفوها، اللي خطفوها وضحوا وخلاص، يعني هم يعني اعتقد يعني هم مش موجودين، لانه هم الاخوان يرفعون شعار 25 يناير دون 30/6. لا انا ما احنا بنقول 30/6 التي استعدنا بيها ثوره 25 يناير المخطوفه، تمام، محلوله، تمام، مش محتاجه تعقيدات يعني. لا مش تعقيدات خالص. وانا مع حضرتك في الراي دوت. ال 30 يونيو مرتبطه ب 25 يناير، و 25 يناير مرتبطه ب 30 يونيو، ده كلام جميل. بس عايز ارد على الاستاذ اللي عمل مداخله. مين قال اللي احنا عايزين نهدم الدوله تاني؟ برضه لو تلاحظ اللي في كل حلقه حد يجي يقول لك انتوا بتهدموا الدوله. يا جماعه، ثقافه الاختلاف اللي كنا بنتكلم عليها وثقافه الحوار، مش لازم علشان انا مختلف معاك في الراي ابقى خاين وابقى عايز اهدم الدوله. نسمع بعض يا استاذ وائل، نسمع بعض. طبعا ممكن في ناس من اللي متهمه بهدم الدوله، اللي كانت متهمه يعني عند البعض، يعني وانا ضد هذا الاتهام في اطلاقه على العموم كده، موجوده في المؤتمر، تمام، مع رئيس الجمهوريه. انا كان وجهه نظري يا استاذ وائل اللي ده برضه فكرة جيدة جدا، فكرة المؤتمر، بس عشان نقدر نقول ان الفكرة دي جيدة جدا وده اول مؤتمر للشباب، طيب. على الاقل لازم يكون فيه كل الاطياف والقوى الثورية اللي انت بقولك عليها او القوى السياسية
اللي انا بقولك عليها يا محمد. القوى السياسيه دي كانت موجوده برضو، ارجع اقول لك في 25 و30. والقوى السياسيه دي يا محمد اللي عامله بكره مؤتمر صحفي تمام، مستقلين واعضاء احزاب شاملين حركه كفايه، وفي اعضاء من حركه تمرد بكره في مؤتمر صحفي للتعقيب على المؤتمر، ويقولوا وجهه نظرهم في المؤتمر، ويقولوا هم معترضين عليه. هو ده فمؤتمر شرم الشيخ فليكن. لا لا بيقولوا مؤتمر ايه؟ بيقولوا وجهه في مؤتمر بكره هيتعمل من للتعليق على مؤتمر شرم الشيخ بالظبط، ويقولوا ملاحظاتهم. ده شيء بالظبط طبعا. ده بقى لما انا اجي اقيس واجي اتكلم على الشباب، ما هو في شباب اهو معترضه يعني شريف لما بيجي بيتكلم على فكره الاعتراض واللي فكره اللي المؤتمر دوت مش لامم صح. مش لامم الشباب كلها ومش لامم جماعه احمد بيقول احمد تعليق اخير في اقل من نص دقيقه، لماذا ترفعون شعار فيها لخفيه في قطاع كبير اولا اللي ما تمش دعوته؟ انا ههد المعبد لا يعني طالما اسم ما جاش. لا 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 بالعكس، احنا مش بنرفع لا شعار فيها ولا خفيها. احنا المؤتمر انا شايفه جيد، ولكن لما انتقد بموضوعيه بعض الاليات اللي فيه، اللي هي اولا لما يبقى مؤتمر خاص بثلاث محاور تعليم مشروعات محليات، بجيب مين المهتم بالمحليات؟ جهة كذا وكذا وكذا. حضراتكم بعتوا ممثلين المشروعات الصغيرة زي ما الأستاذ بتاع دمياط قال عنه. خلاص انت قلت ده، انت قلت انا باخد تعليق اخير. لما ما انا هكمل النقطة التانية، ان لما يبقى فيه عندنا وزارة شباب عندها اخطاء بنقول يا جماعة انتوا عندكم اخطاء، في شباب بقى بتطلع كل الحاجات ما فيش غيرهم نفس الاسماء. انا على فكرة لو عايزين نحل خلينا كده نجيب الكشوفات. انا خلينا أنا نجيب الكشوفات. في اسماء تقليديه نشاهدها حاجه اسمها ابناء كل زمان ومكان. انا معاك ان انه انا مش ما اعرفش اللي انت بتقوله اصلا عشان كده نبوي في نص دقيقه على على الجانب الاخر. ممكن يكون البعض شايف انه يعني المؤتمر خطوه محدوده يعني طيب ممكن ان نتوسع فيها مستقبلا. قولا فصل، لو لم ينجح المؤتمر لما سمعت كل هذه الاصوات؟ لو كان فشل المؤتمر كنت هتسمع اصوات بتصب في ناحيه تاني؟ انا ما قطعتش بقى اختم ولا اقوم امشي. لا طيب لو لم ينجح المؤتمر لما سمعت هذه الاصوات؟ لا ليه؟ لو كان فشل المؤتمر كان زماننا بنعقب. ما هي دي الفكره بقى اللي هم عايزين عشان الملك متى الملك على طول الخط. طب ما يا استاذ على طول الخط ما ننتقدش ابدا يا استاذ شريف، ما نقولش اللي فيه ملاحظه ابدا. انت مش خدت وقتك. لازم نقول المؤتمر جميل والدنيا وردي والرغيف كبير والاسعار جميله والدنيا فل شمعه ورده مش عارف ايه. انا برضه هقول الكلمتين يعني انا برضه هقول الكلمتين اللي هياكدوا ان كل اللي انت قلتوه كذب. لا لمين؟ لا لك ايه اللي انا قلته كده؟ مش لما انا خد تعليق اخير يا جماعه. يعني حضرتك سكتهم ولا نتكلم يا جماعه؟ نعيد المناقشه تاني يعني. موقف دفاعي عشان لازم اطلع تعليق اخير. لو لم ينجح المؤتمر لما سمعت هذه الاصوات، لو لكان لا قدر الله حصل اي فشل في المؤتمر كنت هتسمع اي تنظيرات تانية؟ تمام باختصار وبوضوح، انا مش عارف ما هي العلاقه التي وصف بها شريف هلال كباحث في مجال حقوق الانسان بالسياسه وبالثلاث محاور اللي بيناقشوا في هذا المؤتمر، عشان يكون هو بالضروره اللي عبر عن وجهات نظر اتقالت امبارح والنهارده ولا علاقه لها بمحاور المؤتمر. عشان انا شايف يعني ان في ناس كتير موجوده في المربع بتاعنا، شايف اللي في وجهه نظرهم اللي الشباب دي اللي راحت تعرض وجهه نظرها غير جديرين ان هم يعملوا وجهه نظر. دي وجهه نظر ما تسكتوا عشان اقول دي وجهه نظر. خلاص انت قلت بقى سيب له الكلمه. مقيله حتى من استاذ اسامه غزاله حرب واستاذ ابراهيم عيسى في خارج سياق المؤتمر، ولكنه قبل من رئيس الجمهوريه، يعني ده حتى تخطي البرنامج المؤتمر. النقطه الاهم كل ما قاله استاذ احمد من وصف حمله المحلات الشباب كانها هي اللي بتمثل مصر. وانا ما انا ما خلصتش، انا لسه قلت حاجه. ده انا لسه حضرتك ما دخلتكم بمره ولا دخلتكم ولا يا احمد لو سمحت يا احمد لو سمحت لو سمحت هعيد النقاش. انا هعيد النقاش تاني. اتفضل انت قلت كلمتك خلاص. اقول يا استاذ وائل بعد اذنك كل ما قاله استاذ احمد من بدايه خلاص مش هعيد نفس الكلام. قلته انت يا نبو. خلينا يا نبو بس برد عليهم. تمام. كل ما قاله استاذ احمد من بدايه الحلقه حتى نهايه الفرعيات اللي دخل فيها كلام لا اساس له بمعلومه واحده موثقه، ولو كان عنده معلومه واحده بيتشبث بيها بمداخله. كلامي اكمل كلامي؟ مفيش معلومات. انت مصمم في التعليق توجه الكلام يا فاضل. انا بعبر عن وجهه النظر اللي هو بيعبرها، برد على وجهه النظر اللي هو بيعبر عنها. تمام. لو كان بيتشبث بمداخله دخلت له وقال له ان في حاجه تخص ما تبعدني بس عن التعليقات. طيب اخيرا خطوه للامام ولا لا؟ خطوه قويه جدا لم تحدث في سابقه من فريده من نوعها في المنطقه كلها، ان دوله عربيه زي مصر بتستثنى الشباب. اطلع لو سمحتوا يا جماعه مفيش تعليق. خلاص كل ضيف
خد حقه في التعليق الأخير. هطلع فاصل، بعد الفاصل يعني طبعا المؤتمر يعقد في شرم الشيخ بغض النظر عن الاختلافات في وجهات النظر، لكن ان اللي بيتخيل انه بالصوت الواحد بالصوت الأحادي سنبني وطنا، لا، الأوطان لا تبنى إلا بالأصوات المختلفة وبوجهات النظر المختلفة، حتى الأفكار لا تولد إلا من وجهات نظر مختلفة. الصوت الأحادي لا يولد إلا قطيعا، يعني هيخلي منهج القطيع هو اللي مستمر، وبالتالي هنا الخطوة لو انتهجتها أو انتهجها الرئيس السيسي وانتهجتها السلطة الحالية بأنه يمكن أن تفتح الأبواب للحوار مع الجميع ونستعيد كتلة 30/6 اللي استعدنا بيها 25 يناير المخطوفة من جديد، أعتقد أنه ده يمكن أنه يخلق حالة من التعددية تكون مفيدة للوطن. المؤتمر هوجم حتى من المعارضة، بعضهم اتهم زملائهم اللي شاركوا بأنهم باعوا القضية، وفي المقابل أيضا في شباب محسوب على السلطة الحالية بيقول هو احنا مش كنا أولى، هم يجيبوا الناس اللي بتنتقد النظام، احنا كنا أولى. يعني حيوية حتى هذا الخلاف وهذه الاتهامات يمكن أن تكون مطلوبة أيضا. بعد الفاصل هناخدكم من السياسة للفن للمسرح للكوميديا. بيومي فؤاد هيكون معنا، الفنانة الكبيرة هالة فاخر أيضا، تياترو مصر تجربة مسرحية، المنتج محمد عبد الحميد والمخرج محمد جبر. استنونا بعد الفاصل هناخدكم من السياسة للكوميديا، والكوميديا كمان احنا بنعالج مشاكلنا بالكوميديا.